عن ذلك الأب الذي يدور على الصيدليات متوسلاً على علبة حليب لابنه، فيما الحليب المدعوم مكدس في مستودعات المحتكرين. ضروري نحكي الليلة عن طوابير الناس المتعبين على امتداد محطات البنزين، فيما مصرف لبنان يتمقطع بالسفن قبل أن يصرف لها الأموال. ضروري نحكي الليلة عن أولئك الوزراء المتكاسلين في تصريف الأعمال رغم كل ما يحصل. ضروري نحكي الليلة عن كيفية فتح ثغرات في جدران الحصار القائم كتلك التي حصلت مع العراق فيما يخص المشتقات النفطية الأسبوع الماضي. ضروري نحكي الليلة عن الانفراجات والعودة الخليجية إلى سوريا ودور شركات الهندسة والبناء في إعادة أعمار سوريا فيما ندفع نحن ثمن السلم والحرب. ضروري نحكي عمن منعوا بناء المعامل لتأمين الكهرباء للناس حتى باتت تأتي بضعة دقائق يوميا، وهم يتفاخرون اليوم ويزيدون ويتشاطرون. ضروري نحكي عن ذلك الوجع، عن ذلك القلق الممعن قهرا بكل مريض يخشى من فقدان الدواء. ضروري نحكي عن ذلك التشويه المتواصل لصورة الوطن بفيديوهات سخيفة فارغة معقدة مهينة تضر بسمعة البلد أكثر فأكثر. ضروري نحكي عن كل هذه الخفة على كل المستويات التي لا تزيد الهوة إلا فراغا وعمقا وخطورة. ضروري نحكي عن هذا التفاوت الطبقي الرهيب الذي يتكرس ساعة بعد ساعة بين مجتمع لا يملك ثمن رغيف ومجتمع آخر يسمح له الفراش دولار بالاستمتاع برفاهية غير مسبوقة. ضروري نحكي عن هذا التسلسل من الحصار فالفوضى السياسية فالمزيد من الحصار المالي وتصعيد الضغط النفسي لتحقيق الفوضى الأمنية والتدمير الكامل. ضروري نحكي عن سائق الأجرة، عمن ليس له لديه مغترب ميسور، عن المرضى، عن أولادنا وأحفادنا، عن الخوف، عن القلق، عن التصاعد المتواصل لسعر الصرف، عن مخططهم لجعلنا فنزويلا الشرق، عن بواخر النفط، عن الحقد والكراهية. ضروري نحكي الليلة وعن هذا الإصرار الرهيب على الاستئثار بالسلطة وهذا الاستهزاء المطلق بالتوازنات السياسية والمناصفة التي دفع ثمنها البلد حربا أهلية والدستور والأعراف والشراكة والاعتراف بحق الاعتراض أقله. ضروري نحكي عن هذا الرقص السياسي الاحتفالي فوق أنقاض البلد المدمر. ضروري نحكي الليلة وعن حقنا بمساءلاتهم عن سياساتهم وبفرض التدقيق عليهم وبمنعهم من مواصلة هذه السياسات. ضروري نحكي كما عن هذا الانتقال المعيب من لعبة يشكل أو لا يشكل إلى لعبة يعتذر أو لا يعتذر. ضروري نحكي في السياسة والأمن الاجتماعي والاقتصاد وكل الأزمات المعيشية المتراكمة مع نائب الكورة في تكتل لبنان القوي الأستاذ جورج عطلة والباحث محمد شمس الدين والإعلامي سالم زهران. مساء الخير، مساء الخير لكل المشاهدين، إن شاء الله تكونوا بصحة وإن شاء الله يا رب كل هذه الغيمة السوداء اللي عم تتجدد في بداية فصل الصيف تزيح عن كل اللبنانيين، إن شاء الله المرض يزيح عنا، إن شاء الله القلة تزيح عنا وننطلق في حلقة جديدة من ضروري نحكي. ويسعدني ويشرفني أنه يكون معنا على طاولة ضروري نحكي النائب جورج عطلة. الحمد لله على السلامة. شكرا، الله يسلمك. يا أهلا وسهلا فيك، طولت علينا، صار لك ظروف أكثر من ظروف صحية سيقابل هيك. سلامة قلبك. أهلا وسهلا أستاذ محمد، دايما منور. شكرا. ودايما للمعلومات القيمة اللي بتعطينا إياها في قيمة مضافة بأي جلسة حوار ممكن أن نتناقش فيها. شكرا. تسمحوا لي بداية دائما كما كل حلقة أحكي شوي عن شو عم نعمل بسطوح بيروت وين صرنا. نحن أطلقنا من تقريبا من أكثر من شهر ونص شهرين مبادرة اسمها كتر خيرك، بلشت بالمونة وبشراء المونة من السيدات من مختلف المناطق اللبنانية، أخذت دور وحيز مهم، ساعدونا لنشتريها أكيد الناس اللي بتتبرع للجمعية، وكبرنا
هذا البكار إلى أن دعونا وندعو كل شاب وصبية وكل حدا عنده أي فكرة شغل يدوي تساعد وتساهم بزيادة مدخوله، نحن مستعدين أنه نساعد ونساهم من خلال المتبرعين اللي أنا كل جمعة بتشكرهم وبناديهم في لبنان والاغتراب. قد ما بتساعدونا قد ما بنقدر نعطي صنارة للعيال. نحن اليوم قدام أكتر من بروجي، قدام أكتر من فكرة، شباب وصبايا من قلبهم عم يبعثوا لنا وبكرر بعثوا لنا أكتر، رح يكون لنا يعني مبدئيا معرض يساعد كمان في تسويق منتجاتكم. قد ما فيكم انتوا قاعدين بالبيت وانتوا مش ملاقيين شغل، اذا عندكم افكار حلوه وخلاقه مثل اللي عم توصلنا من اشغال يدويه على انواعها، رسم، منحوتات، اشغال بالصناره، اكل، اي شيء ممكن انه نسوقه، كتر خيرك. مبادره من سطوح بيروت بهمه المتبرعين عم نقدر نشتري منتجاتكم على انه نسوقها، وهي ثلاثية الأبعاد، نشتري منكم، نعطيكم حقكم، بتعطونا السعر وبتعطونا نسبة نقدر من خلالها نرجع نحن نقدر نساعد عيال لحتى نقدر نستمر نحن وياكم في هذه المقاومة الاقتصادية المطلوبة من الكل. ما بعرف شو رأيك. أكيد شيء ممتاز. يعني اليوم أحدى أزمات لبنان، بالإذن سعادة النائب، أحدى أزمات لبنان هي موضوع البطالة. فاليوم إذا نحن قادرين نأمن دخل للنساء بالبيوت، للقاعدين بالبيوت، للدخل المحدود، هذا شيء كتير مهم، لأنه منكون عم نحل مشكلة كتير كبيرة، عم نحل البطالة، عم نأمن لهم دخل ليقدروا بهاي المصاري اللي بياخدوها يشتروا سلع هني محتاجينها. فهيدي كتير مهم. يعني مثل ما بنقول بدل ما تعطيه سمكة نحن عم نعطيه تماما، مثل ما. فبالتالي خطوة رائدة، أي حدا ما بيقدر إلا يشيد فيه. هلأ لحتى نكون أكثر نقيمها، نعرف قديش المستفيدين وعددهم، هيك منقدر حجم العلم من اللي عم تقوموا فيه. فديجا المبادرة كتير مهمة، وإذا كان الأعداد كبيرة بيكون أكيد عمل رائع. ما بعرف إذا أنا من خلال هلأ من بعد ما أخذ تعليق أستاذ جورج من خلال هذا المنبر لح يعني لح هيك أطلب مساعدتكم من خلال النسبة اللي نحن عم نقدر نأمنها للعيال من خلال بيعهم. يعني نحن بيجينا مصاري متبرعين عم نساعد عيال، عم نساعد أكثر من 50 عائلة بالشهر بس بمصاري مادية. يعني هلأ عم نحاول قد ما فينا نفتح أفاق إنه إذا بقي شوية مصاري من المتبرعين أو حدا قال إنه أنا بتبرع على الجمعية إنه نقدر ناخد هذا المنتوج. رح أتعاون أنا وياكم الله راد لنشوف قدي نسبتها ممكن تعمل فرق، لنكون كمان هيك مثل مثال لغير ناس يقدروا يشجعوا. إذا فينا عم تحكي عن 50 عائلة، يعني عم تحكي عن 200 فرد، لو كل جمعية عملت هيدي الشغلة بيكون لبنان كتير منيح. لأنه هون أنا بدي أتوقف لأقول إنه عدد الجمعيات تقريبا المرخصة والأخدة على المخابر من وزارة الداخلية هو بحدود 10,000. فلو 10,000 عم يشتغلوا بهذا الشيء، لو هودي كل واحد عم يشتغل شوي، أكيد كان كتير من المشاكل بلبنان محلولة. نعم. بس مع الأسف في كتار جمعيات وهمية بس على الورق. يعني قد ما فينا نحن مدعومين من هالناس ومن المشاهدين ومن همة كل العالم اللي سرى معنا 8 سنين. نحن رح يكون عنا معرض، رح نطلق صفحة لإلهم خاصة، ويب سايت كمان لنساعد بتسويقهم أكتر خصوصا إلى بلاد الاغتراب. شو رأيك بهذه الفكرة؟ حضرتكم عندكم كتير قصص كمان، إن كان سيدات أو شباب أو صبايا أو حتى موني، ممكن عم يجينا كتير من منطقة الشمال. نحن صح صحيح. يعني أول شيء بنرجع من مصيك ونمسي المشاهدين. بس كان هيك تعليق صغير على اللي قاله الأستاذ محمد على قصة الجمعيات 10,000. في قسم عم بتقول إنه وهميين، إن يا ريت بس وهميين ما بيشتغلوا شيء، إن في قسم بيستفيد ومعامل جمعية لحتى يستفيد. لا أترك لي إياها هيدي. في حضور ما عندنا جمعية ما بدنا نحكي عن الجمعية. لا أكيد يعني مش أكيد مش كل الجمعيات مش معمم هذا الشيء. نعم، ولكن للأسف كل أصحاب المبادرة يعني صحيح. شو بدنا نعمل؟ في أشخاص استعملت وفي أسماء استعملت لأسباب ثانية. نعم. أنا الحقيقة بالنسبة لي يعني قليل كتير ينقال إنه هيدا مشروع كتير مهم وحلو إيجابي. أنا على كل حال أنا من منطقة مثل ما حضرتك ذكرتي، من منطقة فيها كتير مبادرات محلية صغيرة بهذا الموضوع. وقبل فترة الكورونا والأزمة اللي عم نعيشها كنا يعني أنا فيني أكد لك بالسنة ما بين عيد الميلاد وعيد الفصح والصيف ونهاية الصيف كنا نشارك بعشرات المعارض اللي ركز الأساسية فيها هي الموني والأشغال اليدوية، وحتى في معارض إلى علاقة بأشغال يدوية، يعني مناظر تنحط بالبيوت وإلى آخره. فبالعكس هذا مشروع يعني يعزز، والمطلوب أكثر من هيك. يعني هيدا المشروع
بشكل انا بالنسبه لي بدايه قناعه عند المواطن اللبناني انه هو قادر يشتغل بانتاجه المحلي وبالجهد بيطوره وبصير عم بيعمل صناعه بتوفر علينا استيراد كثير شغلات نحن فينا نعملها ببلدنا. نعم انا ساعقب قبل ما افوت بالسياسه، عندي 7 أسئلة لك بالاول و7 اسئله للاستاذ محمد من بعد ما انهي هذا الموضوع. بس استاذ محمد في شغله كمان انا لفتتني، انه في افكار خلاقه بشكل فظيع بالبلد، يعني غير قصه المونه، غير قصه المنتوجات الزراعيه، غير قصه الاشغال، في شباب وصبايا عم يشتغلوا وما عندهم هيدي المساحه اللي تساعدهم الى تسويقها، وحتى في قصص صغيره ممكن نستفيد منها. يعني انا من سنه بتذكر اجاني تبرع كيس ليرات 250 ورباع، صار لهم سنة عندي من 2019، طلعت فيهم هيك قلت أنا ليه ما بعملهم شيء للمغترب اللبناني يقدر يشتريها ويحس هيك بطريقة مهضومة وكذا. بالفعل أخذتها عند مصنع شاب وعم يشتغل على فكرة كتير مهضومة ممكن تنباع وتخلي لها يعني هيك قيمة معنوية، إنه من القصص الصغيرة اللي عندك إياها بقلب البيت ممكن تقدر تساعد لحتى تقدر تجيب مردود. هالشي عم قوله لحتى شجع الكل يقدموا مبادراتهم ونقدر نكون مثل ما عم بيقول في مرحلة هذه الفترة بمقاومة فردية لنقدر نطلع، وإلا ما لح فينا نطلع شخصيا. حتى وقت اللي صار انفجار الرابع من آب بالمرفأ، مين نزل ينظف اول شيء؟ هو الشباب والصبايا كانوا يحطوا من جيبتهم حق المكنسي والمجرود وغيره لينظفوا. فانت يعني دائما في مبادرات ودائما في افكار ودائما هيدي نقطه الضوء اللي بتخلينا بالرغم من كل هذا الواقع نشوف انه في ضوء بلبنان وقادرين نطلع من الازمه اللي احنا فيها. ان شاء الله يا رب. استاذ جورج، 7 أسئلة سريعين، في حكومه الاربعه؟ ما بعتقد. ما بتعتقد؟ لا. طب نحن امام احتمال تكرار السيناريو الاول لجهه تقديم تشريع، بس جواب بدون شرح يعني فيك اذا بدك تشرح لا سريع. لا لك ما بعتقد لانه في سؤال لانه مش معقول بعد 7 أو 8 أشهر من المراوحه ومحاوله الهروب للامام بعمليه تشكيل الحكومه هيك بدقيقتين الامور تصير بهذا الشكل. اذا حظنا منيح الاربعة بيكون في خليني اقول بادره جديه لتشكيل الحكومه، مع انه انا لهيدي اللحظه ما بعتقد انه الجو هو. طيب معقول نكون انه امام احتمال تكرار للسيناريو الاول، يعني لجهه تقديم تشكيله امر واقع اخرى، او انه الايجابيه المعبر عنها اليوم مش منطلقه الا من نتيجه مبادره للرئيس نبيه بري، انما هي منا واقعيه فعليا؟ يعني أنا الحقيقة كنت يعني ما بدي أعطي صورة كتير سوداوية، ولكن أنا باعتقادي أنا أنه التشكيل الحكومي على الأقل فيما لو يعني صار في التزام أنه يوم الأربعاء أو تأكيد أنه هيك حيصير على ما يبدو هيك، بس أنه ما فيك تعرف إذا حيصير ولا لا، ما بعتقد أنا حتكون ملبية لا خليني أقول لما يتطلبه التفاهم الجدي وفق الميثاق والدستور والأعراف لتشكيل الحكومة. أنا بعتقد أنه في عنا إشكالية حتبقى، لأنه الموضوع مش يعني بالمراسلة بيصير، موضوع تشكيل الحكومة مش بنقطع كذا شهر وبعدين بعشر دقائق بتنحل القصة، في تفاهم جدي وعميق يجب أن يكون بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف من أجل إنتاج حكومة. أنا بعتقد بهذه الصورة مش كثير هالقد. ليش رغم الإيجابية اللي عم بيدير فيها التيار الوطني الحر فيها العدائية من حركة أمل؟ يعني خليني أقول يعني اليوم نحن بالنسبة لنا واضح أنه ما في إمكانية بالأساس، تليها عدم الرغبة عند الرئيس الحريري أنه يشكل الحكومة، ما عنده الإمكانية يشكل الحكومة. بالنسبة لنا الرئيس بري بيعرف هيدا الشيء، ولكنه متمسك بأنه دفش الأمور إلى الأمام من أجل حسابات تانية، وهذا هو الواقع. وين دور الحزب بهيدا الشيء بكل شيء عم بيصير؟ يعني أنا ما بدي أحمل الحزب أكثر مما بيحمل، خاصة بهيدي الظروف اللي بالنسبة له يعني بده يوازن ما بين علاقته على المستوى الداخلي على المستوى الشيعي الداخلي، للأسف هيك بدنا نحكي، وعلى مستوى يعني ما يحصل في المنطقة من تطورات وإعادة تموضع على المستوى السياسي وترتيب أوضاع المنطقة من ناحية تانية، وما يتطلبه إذا بدك طلباتنا نحن كحليف، ما لم يعد مقتنعا بأنه هيدي الطريقة بالشغل ستؤدي
إلى النتيجة المطلوبة. ومشان هيك من حوالي خليني أقول السنة لليوم صار في أصوات وتلاقت من أصوات من عند حزب الله بأنه الوضع القائم لا يمكن أن يستمر بهذه الطريقة، لذلك يجب إعادة هيك قراءة مشتركة لكل هيدي العلاقة لحتى نقدر نطلع بخلاصات إيجابية أكثر. طب ليش هالإصرار على الاستئثار بالسلطة رغم كل ما يحصل في البلد؟ شو خلفيته؟ أنت اليوم بدك تفكري بالذهنية اللي موجودة، هل هناك ذهنية تشاركية على مستوى حمل أعباء هيدا البلد بغرمه وبغنمه أو لا؟ نحن بدنا وقت لهيدا البلد في استفادة نحن بناخذ الاستفادة كلها، وقت اللي في وضع صعب بيكون المسؤولية على غيرنا. وهذا الدليل بتشرين الأول 2019 وقت اللي صار في تحرب 17 تشرين، بعد كم يوم بيستقيل رئيس الحكومة سعد الحريري على قاعدة أنه مش مزبوط، تما نعزم الأمور، بس مش مزبوط أنه هو تلاقى مع مطالب الشعب. أنا بالنسبة إلي ما فينا كل شيء نحكي، بس ولكن طلب منه انه يستقيل واستقال. ليه ما فينا كل شيء نحكي؟ لا طيب ما قادرين ليه نحكم معه؟ بتعرفي ولا قادرين نحكم بلي وبس نقول له بس ينقال له انه يا خيي او شكل بلينا وتفضل احكم، منه قبلان بده يشكل وما بده يعني، وبذات الوقت بده يقدم فرشته. شو الحال؟ اذا اخذ كل شيء، إذا أخذ كل شيء حتى لو قبل فخامة رئيس الجمهورية أنه بدل الثمانية يكونوا أربعة مثل ما آخر مرة صار عم ينحكى وعم بيشترط، إذا رئيس الجمهورية قبل بالأربعة حيخلق له مشكل إضافي على الأسامي. طيب شوف، لأنه ما في عنده القدرة يشكل الحكومة، في عنده مشكلة. هلا في عندنا محور نحكي فيه عن الحكومة بعتقد، لأنه شيء أساسي. فبنقعد بنشرح كل هذا الموضوع، هذا للأسف. السؤال الأخير بس طبعا، شو فكرة الاشتراط المسبق بإعطاء الثقة للحكومة قبل ما نطلع على صيغتها النهائية؟ يعني وين صارت هيدا؟ مش بس قبل ما نطلع على صيغتها النهائية، حتى قبل بيانها، وإن كان أغلب المرات البيان عم بيكون يعني هيك في جزء كبير من التكرار عن البيانات السابقة، ولكن اليوم هيدي مصادرة. أنا بقول لك على مستوي الشخصي، يعني حتى ولو تكتلنا بده يفكر يناقش بهذا الموضوع، أنا بالنسبة لي هذا موضوع غير قابل للجدل. أنا ما بقبل أعطي ثقة على بياض. كيف يعني هذا الحكي؟ يعني ما بعرف شو حلتها بالاخر، خاصة انه نحن مكويين من قبل. يعني اذا منا مكويين، ما بعرف انه ما واحد في على شيء مش شايفه وعنده تجارب، فكيف اذا كان في عنده تجربة سلبية؟ استاذ محمد، كمان سبع اسئلة لك قبل ما فوت على الفاصل. كيف بتفسر ماليا هذا التصاعد الدراماتيكي لسعر صرف الدولار بهالطريقة؟ طبيعي اليوم بظل انعدام الدولار موجود بلبنان بكسرة بين ايدين الناس، لكن حاطينه بالبيوت ما بدهم يتصرفوا فيه، وبالتالي كل شيء بيكون مطلوب وغير معروض حتما بده يرتفع سعره. ففي أزمة سياسية، في انعدام ثقة، فاللي عم يحصل اليوم طبيعي، لكن إذا بنحسب بلغة الأرقام غير مبرر أكيد. ولا أي تبرير منطقي ولا واقعي ولا رقمي. إذا بناخد المصاري الموجودة بالبيوت الناس، التحويلات اللي عم تيجي، حجم الاستيراد والتصدير، يعني جمود الاقتصادي الموجود بلبنان لا يبرر هذا الأمر، وبالتالي مسألة انعدام ثقة وأزمة سياسية. طيب دخلنا بمرحلة أنه المصرف ما عاد عنده القدرة على السيطرة كما كان يحصل منذ عقدين، أم أنه بعده ما زال مسيطر عنده هذه القدرة؟ اليوم المشكلة ما في قرار بغض النظر. اليوم لبنان قصة 15 مليار إذا موجودين هو رقم كتير كبير، كانوا قبل بسنة 30، بسنوات قليلة ماضية كانت قصة مليارين أو ثلاثة، وبالتالي إذا في قرار وإدارة جيدة بالمبادئ الموجودة قادرين نسيطر. الحكي مش قادرين لأنه ما في حدا بده يأخذ قرار بمحلات شايفين الغلط فيها، وبالتالي يعني قرار سياسي بعدم بتسويق عدم قدرة المصرف على السيطرة. في قرار سياسي إلى إنما هناك طبعا هناك في قدرة. اليوم يعني داليا لو خرجنا بمحل معين، اليوم كلنا سوا عم نحكي عن مشكلة الكهرباء، بس كلنا سوا من الـ 94 عارفين أنه مشكلة الكهرباء كتير بسيطة. في تعرف انعملت على سعر برميل 15 دولار صار أحيانا 100 دولار، في نص الكهرباء مسروقة مش عم يندفع، والنص التاني اللي عم يندفع لا يوازي سوى 10% من الكلفة، وبالتالي كنا عارفين واصلين لهون، بس ما كان حدا أخذ القرار لأنه كله بالسياسة بده يكفي دعم الكهرباء، وصلنا لهون. المسألة كتير بسيطة يعني، فنحن بالواقع الموجود بده قرار ونقدر نمشي فعليا. عائلة موظف كيف عايش اليوم؟ مش عايش.
لأنه اليوم مثل ما عندنا قبل شوي عم نحكي، إذا بعده المعيار هو الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، يعني سعر صرف اليوم 15 ألف ليرة يوازي 45 دولار، يعني نحن صرنا بين الدول الأفقر بعد مننا مين في غامبيا وأنغولا وأريتريا واليمن والسودان، يعني صرنا بين الأفقر. وبالتالي نحن اليوم أكيد اليوم في 70% من اللبنانيين اللي بيشتغلوا سواء بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام رواتبهم تتراوح ما بين 1,500,000 و2,000,000 ليرة، وبالتالي نحن بنعرف قصة المليون ليرة ما عادت تساوي شيء. فبالكاد أنا برأيي وهوني قصة أنه الفقر ارتفع، لأنه هذا الدخل 2,000,000 ليرة ما بيكفي لتأمين الحاجات الغذائية الأساسية، ما بالك بالبنزين والمدرسة والسكن والكهرباء والتليفون وغيره. وبالتالي أكيد هودي الناس مش عايشين كما يجب. استاذ قد ايه عم بفوت دولارات على البلد وقد ايه عم يظهر؟ هلا عمليا اذا بنشوف ميزان المدفوعات السنه الماضيه سجل عجز اكثر من 10 مليار دولار، 10 مليار و50 مليون، يعني ظهر اكثر من ما فات. هلا استيادنا اللي نسمعه ما فينا نحسبها لسبب بسيط، انه اللي عم يجي عبر المصارف او بالتحويلات الالكترونيه هو جزء بسيط، لانه الناس ما عادت توثق بكل هالسيستم، عم تعتمد على التحويلات النقديه. يعني انا جاي بجيب معي مصاري، جاري جاي، رفيقي، بالتالي ما قادرين نحسبها، لأنه اليوم الناس ما عم توثق لا بالمصارف. يمكن ابعت مصاري اليوم على المصرف بالمبدأ لازم يعطيك إياهم، يمكن يغيروا رأيهم بكرة. أنا عم ببعت عبر مكاتب التحويل الإلكترونية، يمكن بكرة يطلع قرار عن مصرف لبنان أنه ما تعطوني إياهم بالدولار، أعطوني إياهم لبناني متمصاره. بالتالي انعدام الثقة. هلا عم ينحكى عن 7 أو 8 مليار، بس أنا برأيي أكيد المبلغ ضعف هذا الرقم، لأنه في كتير تحويلات عم تجي نقدا، وهذا الشيء مش من هلأ، من زمان. هون دائما بذكر الناس أنه وقت الوقع التيار قطنوا قبل بعشر سنين كانوا جايين الناس من أفريقيا بعيد الميلاد بيقولوا في 350 مليون دولار وقعت بالبحر مع الناس اللي ماتوا. فهيدا لذلك من الصعوبة عم نحكى ب 8 مليار، بس أنا بتقديري الشخصي أكيد الرقم أكثر من هيك بكثير. قد ايه دقت كل ما يتم تداوله عن تحويلات لسياسيين ومصرفيين إلى الخارج؟ أنت بتقديرك أموال هؤلاء بالمصارف اللبنانية أم أنه استشعروا بالأسمة قبل وظهرون قبل 17 تشرين؟ ما عندي معلومات صراحة. أبداً. ولا حاولت تعمله ولا أي، لأنه مسألة شوي يعني ما بدنا نحكي حكي ما فيش مستند قدامي. اليوم من سنة ونص لليوم هي حول 200 وهي 300، بس كله حكي. أنا بس شوف وسيلة ولا في تسريبات ولا في شيء كمركز لا لا ما عندي ولا فكرة، بس أنا برأيي يمكن ما عندي ولا رقم ولا حتى منوثق بأي رقم، لأنه ما في. بدك تقولي لي حولتي من هالبنك لهداك البنك هالمبلغ ساعتها بصدق، بس أما أقول فلان حول، طيب أوكي على أي بنك؟ فبالتالي كل الناس اللي حكوا بهذا الحكي شعبيا واو الناس اهتمت، بس بالفعل بعد شهر شهرين ما وصلنا لمحل. هل يكشف هذا الشيء تضييق الجنائي؟ بستبعد. بس أنا بدي أقول شغلة، يمكن السياسيين اللبنانيين ما كان عندهم توظيفات بالبنوك، يمكن اليوم في بعتقد أنا هاي الشركات العقارية الموجودة اللي عم تحقق أرباح كتار من السياسيين وراها. فأنا برأيي السياسيين اللبنانيين كانوا حاطين مصرياتهم هون بعقارات بأراضي باستثمارات. إيه بتصور هيك؟ كيف بتفسر المماطلة بقرار الكابيتال كنترول؟ طبعا هيدي غلطة كبيرة، وأنا يعني لو قلتي لي سريعا بس هيدي غلطة كبيرة ممكن ما واحد يحكينا عنها. هيدا إذا بتشوفها الكاميرا أو إذا بتشوفها هلا بيقدروا ياخدوها. إيه هيدا الكابيتال كنترول، خليها مثل ما كانت. إيه بليز، هيدا اللي صرت حكي عنه يمكن شي 30 مرة وبرجع للمرة ال 31 معك بكرره. هيدا نهار الاثنين 5 حزيران 67 الساعة 9:15، صرت مكررها 30 مرة وهي 31. فإذا حدا عم يحتار بعتذر منكم مكررة. لكن نهار الاثنين 5 حزيران 1967 الساعة 9:15 أغارت الطائرات الإسرائيلية على المطارات المصرية ودمرت الطيارات. اجتمع مجلس الوزراء بجلسة الساعة 12:15 برئاسة الرئيس شارل الحلو الله يرحمه، رئيس رشيد كرامي الله يرحمه، طلبوا من مصر من مجلس النواب صلاحيات استثنائية بالمجال التشريعي. اجتمع مجلس النواب برئاسة الرئيس صبري حمادي الساعة 4:30 بعد الظهر، أعطى الحكومة أقر القانون رقم 45/67. اجتمعت الحكومة وأصدر بإعطاء الحكومة صلاحيات استثنائية بالمجال المالي والاقتصادي. اجتمعت الحكومة وأصدرت المرسوم الاشتراعي رقم 1 اللي بيقول هذا مسألة بسيطة بنهار واحد. يا جماعة يعني عيب، صرت مكررها 30 مرة ولا في حدا استحى وقال خلينا نتعلم من هالكبار اللي سبقونا بسنة 67. هاتي صارت بمصر استشعروا هول الكبار انه في بأهميتها وفي تداعيتها. بيقول لك عبارة صغيرة، ما بدها كل هذا اللي عم يناقشوه بمجلس النواب، مضي على الوقت ولن يؤدي الى نتيجة. بيقول بتقول لك المادة يجاز لكل صاحب حساب
دائن بالليرات اللبنانية أو بأي عملة أخرى أن يسحب مبالغ نقدية لا يتجاوز مجموعها في المصرف الواحد 1,000 ليرة لبنانية خلال المدة المذكورة في المادة الأولى. من 5 حزيران ل 29 حزيران ممنوع حدا يسحب أكثر من 1,000 ليرة. تجار بدلوا يسحبوا والناس ممنوع أكثر من 1,000 ليرة. خلصنا، هيك كابيتال كنترول. هذا اللي عم بيصير اليوم بعد مرور سنة ونص، مسخرة ومضيعة للوقت وغير مجدي. تعلموا يا شباب، تعلموا يا نواب، تعلموا يا وزراء. هذا اللي صار بال 67 عم نعرض قدامكم مرسوم اشتراعي، برجع بعتذر، هيدي صرت مكررة إلى حد الملا. فلذلك اليوم الكابيتال كنترول والتدقيق الجنائي هيدا مضي على الوقت، لن يوصل إلى نتيجة. بدكم قرار، هذا قرار، هذا موجود، روحوا. من تاني نهار صار، وبالتالي اليوم نحن وقت اللي سكروا ب 17 بتشرين 2019 لو عمل تاني يوم كابيتال كنترول كنا وقفنا البلد. هلا فات الوقت وما عاد ينفع شيء. كيف كمان بتقدر المماطلة بإقرار السلطة بطاقة التمويلية؟ وبدي تعقيبك على هذا الحديث سريعا قبل ما نفوت على البريك. هلا بموضوع البطاقة التمويلية حديث آخر، لأنه بدنا نبلش بالدعم، شو صار ولو وصلنا للبطاقة التمويلية. فأنا أكيد ضد البطاقة التمويلية، أكيد ضدها. والمماطلة ما بدي أدخل بالأسباب السياسية، أنا بدي بلش بالدعم لأوصل بالجزء الثاني ضدها. يعني حضرتك أنه مع رفع دعم تدريجي من دون إعطاء، طب شو بتعمل بالناس؟ كله الدعم إسا ندخل بالحديث، كل هالدعم اللي بلش بموجب القرار 66 ب 28 أيار 2000، يعني بعد مرور سنة ونص، هذا كان غلطة، هذا جريمة بحق البلد. اللي شرع الدعم واللي أيد الدعم واللي عم بيقول الدعم، هذا عم يرتكب جريمة بحق البلد شو ما كان مستواه، لأنه ما حدا بعطى سلطة لحدا يتصرف بما لا يملك. هاي الأموال الناس ما حدا قال له لمصرف لبنان ولا للحكومة ولا لحدا تروح دعام. غلط غلط. يعني هيدا أنا بدي أشوف شو المستند القانوني اللي خليهم يستعملوا هيدي المصاري اللي يدعموا. شو المستند؟ حدا يبرر لي. خطر على بالهم يدعموا. غلطة. هذا بلشنا، بس بندخل بالسياق بالحلقة الثانية. نعم نعم، هيدا بالجزء الثاني رح فوت تفصيليا، بس تعليقك على رأيه بالكابيتال كنترول وبالبطاقة، أو سريعا كمان بموضوع الكابيتال كنترول. أنا بأيده من ناحية أنه نحن من الأسبوع الأول كان لازم يكون في قرار بهذا الموضوع. بعرف قديش عانينا نحن وقديش صار في مفاوضات، ولكن تنحكي بكل صراحة بأول الأيام وبعدها لآخر لهلأ، يعني الرئيس بري ما كان بده. واضح بكل بساطة، بكل بساطة. شو بدنا نقعد نخبر اخبار وصار في مفاوضات كبيرة؟ طب الآخر بعد كذا جلسة بينه وبين رئيس التيار الوطني الحر تم التوافق على صيغة معينة، على صيغة معينة. جينا على الهيئة العامة، طلعوا لنا، رجعوا طلعوا باعتراضات، رجعوا حولوه على الدراسة وعلى اللجان. عمل لك اياها من الآخر. وإذا بتلاحظي نحن بكل تقريبا بكل اجتماع لاجتماعات التكتل بنعمل البيان، بنقول انه من المعيب انه صار لنا سنة ونص لم نقدر بعد على اقرار موضوع الكابيتال. طب برأيك السريع، هذا واحد. بالنسبة للبطاقة التمويلية، هلا بالطبع انا بالاساس انا مني اقتصادي، ولكن اللي بعرفه من شبابنا اللي هني بتعاطوا بهذا الملف بيعتبروا انه الأكيد أنه موضوع الدعم هيك اللي انطرح بلبنان، مثل عملية الكهرباء وتثبيت التعرفة، أنه دكانجي بيعرف إذا أنت بتشتري رفطة الخبز، مش رفطة الخبز، مزهرية ب20 ليرة وبتبيعيها ب5 ليرات، بدك تخسري وتسكري محلك، ما في مجال. فكيف بقى بيجوا بيحكونها بالكهرباء؟ صار لها 20 سنة من 94 لليوم، قديش بيطلعوا؟ 26 27 سنة بعدنا عم نخسر. بيجي بيقول لك وين مصاري الكهرباء؟ مع دكانجي عم يخسر. فهيدا الموضوع. اما بالنسبه للدعم، انا ما بعتقد، اول شيء انا ضد الدعم هيك على العميان اللي عم بيصير. بكل دول العالم بيعملوا شيء معين لدعم يمكن انتاج وطني لحتى يتقدم صناعه معينه، واكيد مش من مال الناس. المشكله الكبير انه انا بعدني بقول انه حتى نحن كناس احوالنا الماديه على قد حالنا، نحن صرفنا او ساهمنا من حيث لا ندري بصرف مصريات الناس اللي هني معهم مصاري وتعبوا مصريات وحطوا بالبنوك. طيب انا سؤال بيطرح نفسه، طيب ليه الرئيس بري ما بده الكابيتال كنترول؟ اذا اقتصاديين واصحاب دراسات وكل الناس بتقول هيدا الكابيتال كنترول كان ممكن يلجم هذا الانهيار الكبير. على كل حال انا يعني على شوي، هلا انا ماني مع الاستاذ محمد بانه مضيع على الوقت وهيدا، بس انه انا على شوي انه ايه من بعد سنه ونص إذا هلأ عملت الكابيتال كنترول قديش بعد بتقدري تضبطي الوضع؟ ما من سنة ونص المصاري تهربت وراحت، واللي ضرب واللي هرب هل بيساعد قديش بعد بدك القرار؟ هلأ يعني إذا أخذناه بيساعد بشي؟
يمكن 10% من مفعوله اذا كان صحيح. أنا حتى نعطي ما نكون دائما سلبيين. اللي بزعل اكثر بالاذن استاذ محمد بزعل اكثر هلا الاستاذ مثل ما هو عم بيقول انه ما في ورقه، هو يعني بيشتغل مش بالسياسه، بيشتغل بالورقه والقلم والرقم والمستند وال يعني اكيد والدراسه والاحصائيات مستندات، فما في يقول انه والله انا بعرف قديش الرقم اللي تهرب من لبنان لانه ما عنده مستند. وصح، ونحن بنحكي بالسياسه، بس انا تقلك المعلومات بتجينا كيف؟ بتجينا من ناس موجودين بالمصارف بخبر انه هيدا حول. هلا نحن ما فينا نطلع نحكي ليه لانه ما في يعطينا مستند هيدا الزلمه بالمصرف، بس بعده لهلا المشكل انه لهلا بعده لهيدي اللحظه في ناس في مصارف عم تهرب مصاري. نعم. لهيدي اللحظه. طيب عظيم، سانتقل الى المحور الثاني ولكن من بعد الفاصل. تابعين معكم حلقتنا من ضروري نحكي عن جديد. يسعدني انه يكون معنا بالاستوديو النائب جورج عطلة والاستاذ محمد شمس الدين. وسننتقل الى الوضع المعيشي. ابن الكوره يلي وما عنده حدا من برا، جديا كيف ممكن اليوم يفوت على المستشفى؟ اذا بتتركيه وحده ما بيقدر يفوت على المستشفى. اليوم خليني اقول هيدا الموضوع عم بيصير على هيك سيبي بعده ارجل. بتبلش بدورنا كناس متعاطة بالشأن العام، بمعاونة خليني أقول الخيرين أو الجمعيات اللي بتساعد، وتعاطينا مع أصحاب المستشفيات اللي كمان هني عم يشعروا برغم مرات يعني بيجربوا يوازنوا. أنا في صاحب مستشفى قال لي أنا ما برد عليك على التليفون لأنه كل ما رد عليك تليفون يعني عم تصادف حالات مماثلة يوميا بهي يوميا. طب شو بتعملون هدول الناس غير أنك تحكي مع صاحب مستشفى؟ صاحب من المستشفى بنأمله المساهمة لأنه كمان ما فينا نحمل المستشفيات، ما كمان وضع المستشفيات صعب غير أنه المستشفيات هلا ما عم تاخذ حتى باللي عندهم ايه شوية قوت التأمين. أنا الحقيقة تقلق بصراحة يعني. وهون أنا فيني يعني نوه واشكر على الاقل المستشفيات بالمنطقه، عندنا بالمنطقه عندنا عم بيجاوبوا معنا، ما عم بيكون عندهم حالات رفض. يعني انا ولا مره حكينا معهم بخصوص حدا وقالوا نحن ما بناخذه لانه ما عنده تأمين. لهلا ما فيني احكي انا بالمستقبل، لهلا عم نتعاون نحن وياهم، عم بيساعدونا هن، عم نأمن مساهمات للناس يعني اللي عم بفوتوا على المستشفى، وهيدا عم بيقدر يخلي الامور تسلق بالشكل المطلوب. طب عندي سؤال تاني من ضمن إطار المستشفى، يلي معه حق علبة دواء وراح على الصيدلية ما لقى الدواء وما لقى بديل لهالدواء، شو بيعمل؟ هلا 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 هيدولي مشكلة كل يوم وكل ساعة عم بحكيك. هلا كنائب لمنطقة مش كسياسة، خليني اقول لك انا شو عم بعمل. تقلك بصراحة يعني هلا منا جايين، بس انا وقت اللي عم نوصل للمطرح اللي ما عم نقدر نلاقي الدواء مثل ما عرضتي، في عنا أشخاص إني أصحابنا بيشتغلوا بشركات أدوية كبيرة وكلاء أدوية كبيرة، عم نسخرهم لهيدا الموضوع. مثلاً في ناس أمنوا لي دواء. أنت بس هيدا حل؟ أوكي طيب شو بتعملي؟ هيدا حل مؤقت هلا، بس بدك تعمليه. يعني أمن لي دواء من البقاع مثلاً، قال لي أنا في صيدلية بوزع لهم، تلفنت لهم، تلفن لمية صيدلية يمكن، فواحد قال له إيه عندي علبتين، قال له أعطينا وحدة منهم خيي، أمن لي وحدة. حدا تاني قال لي أمنت لك من الحمرة علبة، بعد ثلاث أيام يعني هيدي الجمعيات بتشتغل هيك، نحن هيك عم نشتغل. نحن هيك عم نشتغل صحيح. بس انتو يعني انتو هلا كل حدا بيجي من برا كان يجيب لنا هدية، ما عم انه ما بتجيب لنا هدية، هيدي ريحة أدوية يجيب لنا إياهم معك. جد عم بحكي، جد عم بحكي. استاذ محمد، في أرقام عن نسب العائلات اللي عم توصلها دولارات من الخارج؟ ايه هلا عمليا بس بدي عقب على المستشفيات. انا برأيي كل اللي عم نشوفه أزمة البنزين، أزمة الدواء، أزمة المستلزمات الطبية، شو كمان يمكن، هاي كل الأزمات اللي عم نشوفها سببها سياسة الدعم. هذا الدعم أول شيء عم يعطيك سلعة رخيصة بس مش موجودة، شو عاد إلى قيمة القصة؟ أوكي بتقولي اللي معه مصاري اشترى، اللي ما معه مصاري شو بيعمل؟ هوني أنا بفهم إنه وقت اللي صارت المشكلة ممكن أول شيء نفوت بالدعم عشوائي، بنزين وخبز ودواء وكل شيء فينا ندعم فيه، بس بعد شهرين بنبلور آلية جديدة للدعم. هلا نحن اليوم بعد مرور سنة وعم نحكي إنه في 6 مليار انصرفوا على الدعم، هلا بنقول كيف؟ بالتالي نحن وصلنا لمحل إنه هاد الدعم ما بيقدر يستمر وصار في عنا مشكلة نقص بكل هالأشياء. يمكن بالموضوع الطبي بسوى انه نلجا لآلية جديدة ومختلفة تماما، من هون لشهرين بنقول نحن الدعم بكفي لشهرين، بس من هلا ورايح نستحدث
بالضمان الاجتماعي قسم خاص لموضوع الأدوية، سواء كنتي مضمونة بتروحي بتستفيدي أو مش مضمونة بتروحي بتشتري هالدواء والضمان بيسدد لك الفرق، وبالتالي بيصير بطل عم يجي الدواء. ما بيسدد الفرق. ما هذا الفرق اللي عم يدعم فيه مصرف لبنان اللي مش عم نعرف وين عم يروح، ساعتها الصيدلي المستورد يستورد ويبيع الدواء بقد ما بده السعر، بس أنت كمواطن بتروحي بتشتري هالدواء حقه 100,000 ليرة، بتقبض الفرق من الضمان من الدعم اللي عم يعمله مصرف لبنان، يعني بمعنى آخر إنه هالدعم ما يروح للشركات المستورد. بيروح للضمان. بيروح للضمان. والضمان بيعطي المريض مباشرة، وبالتالي بنخلص من كل هذا. اليوم إذا الدواء حقه 10,000 ليرة لأنه مدعوم، تعرف معاناة الناس بالضمان؟ لا، هذا قسم خاص ما خصه بكل السيستم تبع الضمان. يعني بدنا نخلق قسم بقلب الضمان الاجتماعي للدواء المدعوم. نعم. بحيث انه المواطن بيقدر من هون لشهرين بكفي الدعم، بعد شهرين بنيجي نحن بنقول لا فيش دعم، بتروحي على الصيدليه بتشتري الدواء ب 100,000، بيروح المواطن بياخده على الضمان من بعد ما يكون استعمله واستهلكه بيقبض 90,000 الفرق، هيك بصير الدواء متوفر بالطريقه الحاليه. دعمنا اوكي، بس انه هيدي بتصير بدوله افلاطون ولا بتصير عندنا؟ لا، عندنا تصير عندنا، لانه نحن بهالوضع. طيب شو عم نعمل بالدعم؟ دعم موجود والدواء مش موجود. هيك شيء شو بده قانون؟ طبعا بيتعدل قانون الضمان، بيتعدل قانون الضمان، هي مساله تفكيكي تسمح بده يتعدل، بده يتعدل قانون الضمان، وبالتالي بده يروح على المصرف كمان حتى. طبعا بكل الاحوال هو طالما الدعم موجود بيصير ربع الدعم اللي عم يروح هلا على الدواء. نحن اليوم حسب الارقام اللي موجوده، بس لنقول اللي هني ناشرينها، عم يقولوا انه الدعم من ايار لايار، من ايار 2020 لايار 21 كلف 6,177,000,000 موزع على الشكل التالي: الدواء 1,105,000,000 دولار، القمح 135,000,000 دولار، المواد الغذائيه 900,000,000 دولار، هلا بنحكي المحروقات، هي القصه الكبيره تقريبا 50% من الدعم 3,037,000,000، وتوزعت على النحو التالي: 963,000,000 دولار على البنزين، كل تانكة بنزين نحن منعبيها مدعومة بسبعة دولار، يعني كل حدا عم يعبي تانكة بنزين كأنه عم تقبضيه سبعة دولار. المازوت 1,075,000,000، الفيول 900,000,000، والغاز 100,000,000 دولار. وبالتالي هذا الدعم في حاطين شيء اسمه نفقات القطاع العام، اللي أنا ما عرفت عشو الدولة أنفقت مليار دولار، على شو استوردت لإلها لتجهيزات لهالدولة هيدي مليار دولار. وبالتالي هذا المبلغ كله سوا يعاد النظر فيه إذا في قرار بموضوع الدعم. الدواء مش عم نلاقيه منروح على الضمان، الصيدلي المستورد بيشتري السعر بسعر السوق، الدولار ان شاء الله يكون ب 20,000، وبيبيعه بالصيدليه بيصير الدواء متوفر. هالمواطن الفقير هذا بس يشتري علبه الدواء بيروح بياخذ فرقه، وبالتالي بنكون بغضون شهرين وضعنا اليه كتير بسيطه لموضوع الدعم. اذا بدنا نروح لكمان لموضوع البنزين، من اول نهار انا بفهم انه صارت المشكله، بنعطي الدعم على شهرين عشوائي لكل الناس، بس بعد شهرين بنبلور اليات، مش بعد سنه مش عارفين شو بدنا نعمل. البنزين اليوم عم يستهلكوا، اذا انا عندي سياره بمشي بستعمل مره جمعه بالجمعه تانكي وحده عم بندعم، وفي غيري عم يستهلك تانكتين باليوم عم يندعم، وبالتالي هذا الدعم غير ممكن، يعني غير منطقي وغير علمي. من اول نهار بشهر واحد بينعمل بالتعاون مع الميكانيك، كل سياره بتروح بتدفع ميكانيكا، هيك بنخلي الناس تدفع ميكانيك مش معينه، لانه المعينه موضوع اخر ضد المعينه، بندفع ميكانيك بيطلع لي بونات ب 50 تانكي بالسنه، خلصت بسعر مدعوم. بدي أصرف 100 تانكي بدفع الـ50 مدعوم، والـ50 الباقي بدفع حقها إن شاء الله تكون 100,000 ليرة بس، والسيارات العمومية كلها مدعومة. اليوم نحن عنا قطاع 33,000 سيارة عمومية، عنا فانات صغيرة وكبيرة وكاميونات حوالي 13,000، يعني بندفع عملنا تقريبا شي 50,000 آلية، والباقي والمواطن بـ50 تانكي والباقي على السعر غير المدعوم. وإلا أنه يبقى البنزين مثل ما هو هيك، واحد بيصرف تانكي بدعمه، واحد معه سيارة أو 20 سيارة بيصرف 20 تانكي باليوم بدعمه، قلق، يعني هذا غير منطقي. صحيح. وغير علمي. فاليوم فينا عبر الميكانيك بشهرين نحن نبلور بطاقات دعم للبنزين، بصير الإنسان ذوي الدخل المحدود يداري مصروفه بالخمسين تانكي. بدك تشتري بعدين، يمكن اليوم أنا بدي أقول شغلي على موضوع الدعم، بس لأنه دائما بيسألوا الناس إذا رفع الدعم شو راح يصير. كان عندي أكثر من سؤال عليه، استبقت لي الموضوع. بس تفضل. اليوم إذا بعد وقت بلشنا بموضوع الدعم بأيار الماضي، كانت الدولة عم تدعم 360 سلعة، صاروا يتخلصوا شوي شوي، هلا عم ندعم نحن تقريبا 95 سلعة ل 56 صنف. هلا اليوم في 95 سلعة مدعومة، هن بالواقع 56 صنف، يعني مثلا بتقول المرتديلا ثلاث أصناف بس هي عنوان واحد. هذا الدعم المواد الغذائية غير المدعومة، يعني هال 95 سلعة بيرتفع سعرها 3 إلى 4 أضعاف، واضحة وعمليا واصلين لها، وبالتالي منشيل 900,000,000 دولار. اليوم الدواء هو المشكلة الكبيرة، بده يرتفع سعره من 7 إلى 8 أضعاف،
وبالتالي هون هاي الآلية ممكن تحل. اليوم البنزين والمازوت حسب سعر، لأنه في مشكلة كبيرة عالميا عم يرتفع والدولار عم يرتفع، لأنه في 10% عم يأمنوها من السوق. اليوم قبل بسنة كان سعر صفيحة البنزين 6 دولار، اليوم حقها 10.6 دولار. وبالتالي اليوم إذا بنرفع الدعم، في في عنا شيء عاملينه بس لو سمحتي لي دقيقة واحدة هيدا هي على جدول تركيب الأسعار اللي طلع الأربعاء الماضي بتسعة حزيران، لأنه لنقول الناس وزارة الطاقة والمياه كل نهار أربعاء بتطلع جدول تركيب عشان هيك بتنقطع البنزين التنين والأربعاء كانوا يطلعوه كل تنين وخميس رجعوا هلأ رجعوا عدوها كل نهار أربعاء رجعوا. فاليوم بناء على جدول الأسعار بيقول لك سعر صفيحة البنزين هو 16460 ليرة، أي ما يوازي 10.8 دولار، يضاف إلى رسم جمارك ورسم داخلي 5060 ليرة. 10 بس نفهم العالم 10.8 على سعر 1005 يعني. لا هو قلت أنا حقها 16460، خلينا نحكي هاي 16460 ليرة. يضاف 150 ألف. مظبوط. يضاف لإلى رسوم جمركية ورسم استهلاك داخلي 5060، يضاف لإلى عمولة 10% اللي هي بالجوا من السوق 10600 ليرة، هلا هيدي رح تزيد. يضاف إلى إجرة النقل 1540، عمولة صاحب المحطة 4000 ليرة، كانت 3000 وقبلها كانت 1900. وهون في كتار أصحاب محطات كنا نشوفهم هلا بالأزمة يقولوا لي أنت قايم هجمي علينا، نحن مش عم نقبض شيء. هلا هني عم يقبضوا 4000 على كل تانكي، كانت أقل سادت 4، بيقولوا مصاريفنا أكثر وكل تنك عم نبيع خسارة. ممكن ضريبة على القيمة المضافة 4142 ليرة، يعني بيصير الكلفة في حال رفع الدعم حق تنك البنزين على هذا الجدول 191 ألف ليرة. أوكي. إذا أبقينا الدعم بنسبة 60% بيصير حقها 90 ألف ليرة. المازوت لنوقف عندها كمان، حق تنك المازوت هلأ 16010 ليرات، ما عليها رسوم جمارك ولا رسم داخلي. عمولة 10% هي 11250، أجرة النقل 1540، صاحب المحطة بياخد على المازوت 1200، لذلك ما له مصلحة يبيع مازوت، ما في عليها ضريبة على القيمة المضافة. إذا رفعنا الدعم كليا بيصير حقها 161 ألف ليرة، وإذا دعمناها بنسبة 60% مثل ما يطالب البعض بيكون حقها 75700 ليرة. يعني إحنا عم نتراوح ما بين 191 و90 ألف إذا دعم 60%. رح ارجع للسؤال اللي سالته بس لانه السرد كتير مهم للطريقه اللي ممكن يصير فيها المازوت والبنزين. بس شو رايك بهالحديث؟ هذه المعطيات العلميه عاده استاذ جورج، يعني هيدا بترتكزوا فيها كنواب؟ اكيد يعني بتاخذوها بعين الاعتبار، بتقروها، بتطلعوا عليها، بتحسوا انه في طرح ممكن انه يساهم في انقاذ ما تبقى من هالشيء؟ اي اكيد. احنا حتى في كثير جلسات اذا بدك يدعى لها خبراء واصحاب علم واختصاص للاضاءه على دراساتهم وعلى رايهم مطلعين على هذا الشيء انه ممكن تصير الامور هل بهذا السياق. أكيد مش من هلا، من قبل يعني. واكيد يمكن الشركه او الاستاذ محمد والشركه اللي بيشتغل معها وغيرها عاملين هيك دراسات، وفي مثل ما قلت لك في نواب هن اختصاصهم الاقتصاديين بيحكوا بهذا الموضوع، فعارفين هذا الشيء. بالطبع انت اليوم خلينا نحكي بكل صراحه، المشكل الاساسي هو بالقرار السياسي. اذا عندك قرار سياسي انت لحتى تروحي بانك تعملي معالجات جديه، وان كانت في بعض الاحيان بدها تكون موجعه ولكن لفتره معينه، بالاخير بدك اذا حدا مريض يمكن يضطر يعملوا له عمليه، هيدي العمليه بدها توجعه بس بصح. هيدا القرار بعد مش متاخد، تنحكي بكل صراحة. نحن هون الدوام اللي عم نعيشها هي بهيدا المطرح مش بمطرح تاني. هيدا واحد. اثنين، الموضوع منه شعبوي يعني على المستوى السياسي. الأستاذ محمد بيشتغل إحصاءات، بس خليني بكرة إذا الأستاذ محمد قرر يكون مرشح على الانتخابات النيابية على دايرته بيصير بيحسب 100 حساب إذا بيطلع بيحكي هيدا الحكي أو إذا بيطلع بيشد على هيدا الموضوع، لأنه ما انحكى على فترات طويلة حور البلد. أنا معك 100%، بس أنت عليك أنه كل واحد بيصير عم بيشد للمحل الإيجابي لحتى ينتخبون. وحدة منهم سلسلة الرتب والرواتب، الرواتب اللي انعملت بال 2016 أو 17 17 بال 2017
كانت واحدة من الكوارث برغم معرفة أغلب الناس وأغلب الكتل النيابية والنواب أنه هذا موضوع يجب أن لا يكون، لأنه سيعجل باللي نحن وصلنا له. وبالآخر على كل حال أنا ما كنت مجلس نواب، طول لي بالك بس لمضيته عليك ما تعملي لي دمه علينا وعلى أبنائنا، روحي علي. أنا ما كنت مجلس نواب الأشخاص اللي تحمل مسؤولية على كل حال أنا مش عم بري هيدا قرار خاطئ، كل من ساهم فيه أخطأ، يعني واضح هذا الموضوع. برجع بقول لك يعني بآخر جلسة للمجلس النيابي، بآخر جلسة للهيئة العامة، موضوع الدعم والترشيد وهيدا، قال أحد الأسباب بالنسبة على الأقل له ولتكتلنا رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل، قال بالجلسة أنه قد يكون أحد الأسباب اللي بتمنع أو اللي واقف عائق أمام تشكيل الحكومة هي عدم رغبة رئيس الحكومة المكلف أنه يروح على موضوع رفع الدعم في بداية تشكيل الحكومية، في بداية عمله الحكومي. لذلك نحن رح نروح نعمل هيدا الموضوع، يعمل العملية الانتحارية قبل ما تتشكل الحكومة لحتى نريحه من القصة. يعني هيدي صورة بغض النظر إذا هيك حيصير ولا لا، بس هيدي صورة مصغرة عن عملية إذا جاز التعبير اللي لها علاقة بموضوع رفع الدعم والوضع الاقتصادي. ولهذا المثل اللي قاله الأستاذ محمد بس عن البنزين، انه المعطر اللي اساسا انت عملتي سياسه دعم البنزين كرماله بيعبي تانكي بسياره يمكن بتصرف، في حدا عنده خمس سيارات بنهار وزعون على خمس محطات بيصير من خمس محطات وخمس تانكات بنزين، زيت المحطه بيروح عليها كل سيارات، وما كانوا يقولوا له لا. وبعدين هذا عم تحكي بالسفارات والبعثات الاجنبيه، وعم تحكي اليوم باللبنان اللبنانيه، وانت وماشي بهذا الموضوع. يعني اللي عنده سيارات كثير، عم نعطي هذا المثل لانه هين شرح وتستوعب الناس، اللي عنده كثير سيارات بيعبي 10 تانكات خليني اقول 15 تانكي بكذا سياره بالنهار بالاسبوع، وبيستفيد من كل صور مقابل هيدا الزلمه اللي معطر بيعبي تانكي وحده. عظيم. رح ارجع لشويه ارقام ورح غوص اكثر بقصه الدفع. سالتك في ارقام عن نسب العائلات اللي بتوصلها تحويلات من الخارج؟ عمليا حسب التقديرات الموجوده ما في ارقام، مشكله بلبنان ما في بمحلات احصاءات، بس يقدر عددها بحدود ال 200 الف اسره يصلها ما بين 200 دولار و 2000 دولار، عم ينحكي عن متوسط 800 دولار بالشهر. وبالتالي هذا احدى اسباب الحالة اللي عم نشوفها ببعض المطاعم بالفنادق أوكي. بالمحلات. فنحن عم نحكي عن 200 الف اسره، يعني 200 الف اسره اذا اعتبرنا المتوسط اربع افراد او 4.2 عم نحكي عن 850 الف لبناني. يضاف لهم الناس اللي هن اصلا اثرياء معهم مصاري، فصرت عم تحكي عن حوالي مليون لبناني، هودي اللي هن خارج نطاق الازمه، يعني ما عندهم ازمه لا دواء ولا طعام ولا شيء ابدا. لانه اليوم اوكي اذا بتروحي على المطعم بتجي الفاتوره 3 ملايين ليره، اوكي بالنسبه لإلك وإله نحن مش قادرين ندفع 3 ملايين ليرة، بس بالنسبة لحدا جاي من برا 200 دولار يعني مشي. يعني مصبوع. حتى اليوم مثلا تنقول بأوتيل بمرج عيون بقبل السقي مثلا، هذا من نطاق السياحة الداخلية، إنه هذا الأوتيل عم يستقبل الزوار 200 ألف ليرة بالليلة مع ترويقة لشخصين. يعني تصوري 200 ألف ليرة عن عبارة عن أقل من 20 دولار، أوتيل أربع نجوم وفي مسبح وفي، وبالتالي هذه بالنسبة لأن 200 ألف ليرة هي مصاري، يعني هي ثلث الحد الادنى للاجور، بس بالنسبه لحدا جاي تقول له 15 دولار اوتيل ما في شيء. لذلك اللي معه مصاري بالدولار اللي هن اذا بدك في الاثرياء، يعني حتى استاذ محمد معهم تشمل بهيدول المليون هن العائلات اللي بيقبضوا من شركات اجنبيه طبعا او من منظمات دوليه طبيعي او من سفارات او غيرها، او حتى مش كلها بتشملهم. يعني شو بتقصد بالسفارات كمان؟ لا انه بيشتغلوا بسفارات بيشتغلوا بسفارات او بمنظمات دوليه. ما هي قالت المنظمات. استاذ محمد ما بعرف قبل ما تكفي بالاذن، كانه انا يعني شايف وقاري ايه انه العدد ال 200 الف اللي بيجيهم تحويلات من برا 200 الف عائله ايه اكيد عائله من اصل 980 الف عائله مليون، لانه بلبنان مره قلنا مليون حددوا لنا انه لا مش مليون، هي 980 الف ما حدا بيعرف، بس بس انه خلينا نقول هي 200 الف. ليش انا عندي انطباع انه هو العدد اكثر من هيك؟ لا 200 الف يعني عم تحكي عن تقريبا ربع العائلات اللبنانيه. 200 الف اذا نحن خمسه قد ايه؟ نحن 5 مليون، نحن مليون عائله، بس نحن مليون عائله كمان نرجع عائله منها، يعني واحد على خمسه. انا يعني خليني اقول بحسب ما عرفت مره انه العدد هو بحدود 300 الف عائله اللي بيجيها دولار من برا
بهيدا الرقم، عم نحكي من 200 لل 2000 واكثر شوي. بس بدي اقول شغله رح نكفي عمليا حتى كمان نوضحها مره اخيره للناس، انه لبنان من الدول بالعالم اللي منعم الاحصاء للسكان من سنه 32 لهلا. هلا حسب الاحصاءات اللي بنعملها بنخمن قد ايه احنا بنقول تقريبا. احنا عمليا لانه في احد الباحثين الجديين عمل دراسه بال 2006 وفات على وزاره الداخليه وشاف الميكروفيلم وحط العدد باحث جدي، فاذا يومتها كان بحدود ال 4,500,000. اذا بنحسب الولادات بنحسب الولادات والوفيات من وقتها لهلا، عدد اللبنانيين اللي معهم جنسيه هو 5,520,000 لا اكثر ولا اقل. هول 5,520,000 في عم نحكي عن 4,300,000 بلبنان، يعني هول مليون اسره على اساس متوسط الاسره 4.2 او 4.3 افراد، وفي 1,230,000 موجودين بالخارج. هول 4,300,000 لذلك لو انه الرقم اكثر مشروع البطاقه التمويليه، يعني نحن عم كان عم يدرس على 750,000 عائله، فاذا نحن عم نحكي مليون معناتها اذا واحد عم يجي من برا كمان عم نعطيه مصاري، لا. لذلك انا عم اقول رقم ال 200,000 هو رقم اصح، لانه اذا عم تحكي عن 300,000 وفي تنقول 50,000 عندهم مصاري، يعني صرنا عم نحكي عن 350,000، فبالتالي كان لازم البطاقة تكون من 650,000 مش 750,000. هذا بالكورة عندكم مثلا، خلينا نقرب الفكرة، بالكورة عندكم مغتربين، بكل بيت في مغترب تقريبا لك بنسبة كبيرة. ايه يعني بكل بيت عندك، يعني اذا بدي ضيفهم لهيدا، بكل بيت عندك مغترب يبعت مصاري بالمبدا. يعني انت انا فيني اقول لك يمكن تما الواحد يكون، بس قديش انا فيني اقول تفاوت بالكرة مع مثلا من الناس معاشهم ما بيسمح لهم يشتروا اي شوي، عائلات عم يستعملها عم يسمح لها الفريش ماني تواصل حياتها بشكل شبه طبيعي بمنطقتها. ايه في ناس يعني عم بيقدروا يعني يمشوا حالهم، بنشوف هيدا من الوضع العام عندنا، من بعض القطاعات اللي بتتحرك بشكل أو بآخر، القطاعات العقارية إذا بدك عم تقدر تتحرك بطريقة معينة. يعني ما عم بتحس بهذا الفكر اللي عم بتحسه بغير محلات؟ أكيد بلا، بس خليني أقول لك نحن إجمالاً تنحكي بكل صراحة، لأنه نسبة الناس اللي مسافرة لبرا كل بيوتات الكورة تقريباً تمعمم، بس أنه بالكورة أغلبها يمكن لحد 90% من بيوت الكورة عنده الناس برا بتشتغل بتودي له مصاري، مشان هيك قد يكون هيدا القضاء والوضع مع أنه بتعرفي أنت بيفرق عن غير أقل. يعني هيدا عامل نوع من المساعدة، عامل نوع من المساعدة الوضع المعيشي للناس. يمكن الأستاذ محمد دراستهن المناطق يمكن بيبين معهم هيك شيء بالنسبة لعدد الناس المغتربة وهيك شيء. أنا لذلك أنت عم تقولي له الكورة، أكيد الكورة صغرتها بشري الباترون هودي استثناء، ما فيك تقدمي يعني طبق القاعدة عليهم. أنا عم برجع لمحل أنه عدد المقترعين بالخارج مرة الماضية، العدد الأكبر من المقترعين بالخارج بدهم ينتخبوا كانوا بدائرة بشري صغرتها الباترون الكورة، اوكي دايرتنا نحن، وبلغ عددهم 12,337 اقترع منهم 7,528. يعني وبالتالي الكوره هيدي الدائره استثناء، ما فيك تقيسيها على طرابلس او على على الجبل على، وبالتالي فعندهم اعداد مغتربين كثار ما فينا نقيسها، وهذا الرقم اللي بياكد هذا الشيء بيدل على هذا الشيء. صحيح. نعم. الطبقة الوسطى صارت هي الطبقة المنتجة برأيك، أو هي الطبقة يلي عم يوصل لها أو عم تقبض دولار؟ لا عمليا ولا محلة هو إذا عملنا دراسة كيف تركيبة الشعب اللبناني عمليا من 2010 ل 2020، هذا الانحدار ما صار بسنة واحدة. اليوم بال 2010 كانت التركيبة أو المسوحات بتقول أنه في 5% هن الأسرياء والأغنياء، في عنا 70% هي الطبقة الوسطى من الشعب اللبناني، وفي عنا 25% هي الطبقة الفقيرة المقسمة قسمين، 15% فوق خط الفقر و 10% دون خط الفقر. شو يعني دون خط الفقر؟ دون خط الفقر يعني هؤلاء الناس اللي بيقبضوا مصاري ما بيكفوا ليأكلوا فيهم، وهيدي النسبة عم نحكي لك كان 5-70-25. خلال هالعشر سنين من 2010 ل 2020-21 تراجعت، بحيث انه 5% بقيت 5% هو الأغنية، 70% الطبقة الوسطى تراجعت إلى 40%، وهو 30% الفرق انضموا إلى الفقراء. لذلك نحن هلأ عم نحكي عن 55% من الشعب نسبة الفقر بلبنان. هاي 55% هي قسمين، 25% دون خط الفقر، يعني هودي أكيد 200-220,000 أسرة هودي بدهم مساعدات بأي شكل، وفي عنا 30% اللي هن فوق خط الفقر اللي هن استجدوا هلأ لاحقا يعني من بعد الأزمة، يعني اللي فوق في مستوى مش يعني
مش عم اقول بعد الازمه، هيدي المسار مبلش منح... يعني في من ناس 10 سنين يعني مبلش عم مسار بيزيد وعم وصل وصل لمحل انه استنفذ كل شيء، سقط مش سقط بنهار واحد، لا هالمسار مبلش. فمشكله لبنان وانهيار والفقر ما بلش من تشرين لليوم، مبلش ومؤسس له يعني الركود الاقتصادي كل هذا الشيء كان موجود وزينا لمحل. من احنا بنحكيها دائما انه في ازمه بلبنان، ازمه اقتصاديه اوف شوي، ضربت أزمة سياسية فاقمت الأزمة الاقتصادية، إجت أزمة كورونا عملت مشكلة، إجا انفجار المرفأ. يعني في عنا أربع أزمات إجوا مع بعضه، مش أزمة واحدة. مش عم تواجه كورونا أنت، مش عم تواجه اقتصاد، مش عم تواجه انفجار مرفأ، عم تواجه أربع مشاكل بنفس الوقت. بالرغم من كل هيدي المشاكل ما كان في حلول، أو الحلول مش بمستوى الأزمة. بدي أرجع للدعم، موازنة الدعم للمواد الغذائية والدواء ما تزال هي نفسها، أو مصرف لبنان أوقف الدعم تدريجيا دون إعلان رسمي؟ أكيد أكيد خفف كثير دون إعلان رسمي، بدليل أنه في كثير بتعرف في قطاعات بتجي بتعلن أنه نحن مصرف لبنان مقدمين عليه ومش عم يمضي لنا، وبالتالي مصرف لبنان بشكل يعني خليني أقول بقرار داخلي عنده لحسابات معينة يمكن تكون صحيحة أو منها صحيحة بغض النظر، بياخد قرار أنه هيدي الكتلة اللي كانت تطلع دعما لهيدا القطاع بصير يخففها. وآخر شيء نعمل، أنا الأسبوع الماضي عرفت أنه بالمحروقات في إحدى الشركات مقدمة على 10 بواخر مثل كل شهر بتجيب، وفق لها على 2 بس، واللي هيدا فاقم الأزمة حتى اللي عم نشوفها هلأ. هلأ رجع تحت الضغط الوضع وإلى آخره، زاد هيدا الموضوع وعلى النسبة. بس الأكيد الأكيد أنه مصرف لبنان بدون أي قرار معلن بيعمل عم ينزل من قيمة الأموال اللي عم بتروح على هالدعم هيدا، لحتى يمكن يخفف من الضغط عليه أو لحتى يستمر أكثر. استاذ محمد، حتى بالسياسة يكون غير المواد المدعومه موجوده بالسوق او عم يرجعوا التجار يعمدوا الى اعاده التصدير؟ ما في مواد مدعومه، ما هذا اللي عم نحكي، انه نحن عم نقول دفعنا 900 مليون دولار على سلعه مدعومه ما حدا شافها الا بكميات قليله. انا مواطن مش هيك، فوت على السوبر ماركت ما شفت ولا مره سلعه مدعومه، حتى ما اكون كمان كتير مش صحيح، شفت مره وحده بسوبر ماركت على طريق جونية معجون اسنان مدعوم. هي كل الخبريه، وباقي ما تبقى ما استفدنا من، احنا مواطنين مثل كل هالناس ما استفدنا من الدعم. الدعم كان اكبر، برجع بقول لك اكبر جريمه واكبر غلطه هذا الدعم، لانه ما عرفنا مين استفاد منه ولا وين راح ولا شيء. وبالتالي كل حدا اليوم بيقول كيف بيتاكد المصرف انه اللي دعمه بالدولار تم توزيعه اساسا في عمليه تزوير؟ يعني بس انا بفهم في ازمه بدعم لشهرين بشكل عشوائي، لبينما كنت عم بدفع دولارات لهالناس وما عرفت اذا بيوزعوهم. اكثر من هيك كمان لك، اكثر من هيك المشكل مش بس انه الناس ما شافت وما لمست وما استفادت، انا بقول اكثر من هيك عدم المحاسبه بموضوع انه هالقد في اخبار عن احتكارات عم بتصير وعم تهريب لبرا. حدا في يقول لي انه كل اللي حول لبرا هيدي البضاعه، حكى انه في شو عرفني نوع من الجبنه انلقى بالسعوديه بالكويت وشي بافريقيا وهيدي. طيب ما بتقدر الدوله باجهزتها تعرف مين اللي عمل هيدا العمل؟ طيب ما في نحط هيدا بالحصه يكون عبره؟ في شيء مش مقبول، في شيء مش معقول. يعني نحن وصلنا لمطرح ما له علاقه. شو نائب يعني؟ لكون انا فكر انا بدير المحفر وانا بدير القضاء. انت نائب يعني لديك هذه المعلومات اللي اليوم عم يعني عندكم اياها كلكم سوا وعم تعرضوها. نحن شعب، نحن يعني كيف بدنا نسمعها؟ لك انا جاي من الفضاء من شعب لا يعني مش انا حضرتك عندك مسؤوليه معينه. اكيد ما نحن هيدا الحكي هو من واجباتنا. هلا على كل حال النايب يمكن ثلاث ارباع يمكن 95% من اللي عم نعمله بلبنان هم له علاقه بشغل النايب. منيح. بس انا بقول لك انه هيدا الموضوع بتسالي بتراجعي لوزارة اقتصاد بتقول لك انا فيني اعمل شيء، لوزارة الداخلية طب مسؤولية مين هالشيء؟ هذا الغلط. هذا الغلط. لك ليش الصرخة عم تطلع هلا انه اوكي عارفين ما في حكومة هلا او مش عم تتشكل الحكومة لألف سبب وسبب، بس طيب حكومة موجودة بالحد الأدنى ما فيها تعمل أكثر من هيك؟ مش مقبول هيدا الموضوع. بس بدك هيدا القرار بتاع التهريب وين موجود؟ ببعبدة
بالحاكمية؟ وين قرار الدولة بمنع التهريب؟ وين؟ أو عند رئيس المجلس أو عند الرئيس المكلف؟ مين بيقدر ياخد القرار بمنع التهريب لبرا؟ حكومة شو كيف مين بياخد؟ شو عم تحكي؟ مجلس النيابي، مجلس النيابي شو له علاقة بهذا الموضوع؟ عم نحكي عمل دستوري نحن، المجلس النيابي شو له علاقة بهذا الموضوع؟ عم نحكي كحكومة في اليوم أنا بدي بقرار الدولة اللبنانية كلها سوا بتهرب لك بتشيل لك بتشوف مثل ما عم بتقول ومدري وين، إنه مين بياخد القرار النهائي بإنه نحن بدنا نوقف هذا التهريب؟ الحكومة. سداليا في مسؤولين مستقلين من مسؤوليتهم. بكل بساطة مش على مستوى واحد، على كل المستويات السياسية والإدارية وحتى الأمنية في مسؤولين مستقلين من مسؤولياتهم بيحكوا بيطلعوا حتى لغايات انتخابية. أنا بتفاجأ إنه في حدا بالحكومة فجأة بيكتشف إنه في مستودعات لازم ندهمها. طيب ليش مش من سنة عملتوا هالشيء هذا؟ عرفتي شو؟ ليش مش من سنة؟ وبالتالي المشكلة في استقالة وفي أمور فقط للظهور الإعلامي. بس بدي أرجع لموضوع الدعم حتى تكون واضحة الصورة. ما في، إذا بنفتح قانون النقد والتسليف بنقراه حرف وحرف، حدا يفرجيني بمصرف لبنان وبالحكومة وبكل حدا بيقول مع الدعم غلط. يعني هل بيقول مع الدعم لازم يكون خجلان من حاله لأنه عم يرتكب جريمة بحق كل الناس؟ فرجيني بقانون النقد والتسليف أي مادة أو أي فقرة بتقول يجوز لمصرف لبنان استعمال الأموال التي أودعتها المصارف لديه لتمويل دعم البنزين والمزود؟ ما في من هيدي، هيدي خبرية. اليوم هذا الدعم ما لازم يكون، لازم ما كان ما أصله، وكان لازم يقف من قبله، لازم يقف اليوم قبل بكرة وما نروح ولا شكل. بس حتى ما نقول لا إله ويتهمونا بالكفر، هاي الأموال اللي كان حجمها 30 مليار من سنة وصارت هلأ عم يقولوا 15، هيدي لازم ترجع للناس. هلأ دفع الـ $400 شغلة مهمة، الغلط تبع أنه ما ندفع 400 باللبناني، هاي أكبر غلطة. اليوم إذا نحن مصرف لبنان وقف الدعم وأعاد دفع المصاري للناس بكل واحد وديعته بياخد 0.5% من قيمتها بحد أدنى $500 وبحد أقصى $4,000، وقت اللي بيضخ مليارين 3-4 بالسوق حكماً الأوضاع بتتراجع كل سوا، سعر صرف الدولار بيتراجع لأنه اقتصادنا على الأد بيكون. شو اللي طلع الدولار؟ اللي طلع الدولار نهار اللي مصرف لبنان هذا منصة وما منصة، هيدي نكتي. يعني ما بفهم أنا شو يعني منصة ساعة كل ما نعمل قرار بفزة التلاف. جينا قلنا للمصارف، قال المصارف مش ملزمة ترد المصريات بالدولار، بتردها بالعملة اللي بدي إياها ب 3900. وقت اللي اعتمدنا هذا الأمر بلش الدولار يطلع، وصرنا من ثلاث أيام أو أقل أيام كان ب 4000، وبلشنا نطلع وصلنا هلا على 15. صرنا إسا عنا 1500 السعر الرسمي، 3900 السعر منصة تعميم 154 ما بعرف. جينا قلنا قرض البنك الدولي ال 246 مليون دولار بناخده بالدولار وبنعطيه للناس على سعر منصة 6240 ليرة. جينا هلا قصة منصة صايرة في 12000 ليرة وعندنا سعر بالسوق السوداء 15000 ليرة. يعني هذا اللي عم بيصير، هذا عيب ما بي. يعني لحظة، في شغلتين، او في إرادي بتدمير الوضع وهذا يحاكم عليه، أو في سوء أداء وخبرة وبالتالي الموجودين بهاي المناصب مش لازم يبقوا. بالحالتين غلط، أيضا يحاكم عليه. فأنا هاي المصاري مش لازم تستعمل للدعم. بدي كفي هذا الحديث عن الدعم وعن الحكومة كمان وكل التفاصيل الباقية، بس رح أخذ أستاذ سالم زهران بمداخلة لأشوف شو عنده جديد بوضع الحكومة، خصوصا أنه يمكن الأربعاء صار بطل في أوطان أو الخميس، صار في الأربعاء مثلا. هلا مثل النفط، مثل أسعار وزارة الطاقة، كانت تطلع الأربعاء راحوا تنين الخميس، جو هلا للأربعاء ولا جونا للأربعاء. نعم، هو تنين الخميس شيء بس منيح الأربعاء بنص الجمعة. مساء الخير أستاذ سالم، اشتقنا لك. مساء الخير إلك والأستاذ جورج وأستاذ محمد. مساء الخير أستاذ سالم. يا أهلا. وعندنا القاعدة الشرعية إذا وجد الماء بطل التيمم. حلو. يا خينا جورج بالسياسة وخينا محمد بالأرقام بحسب. تسلم. يا أهلا. تسلم أستاذ سالم، الله يخليك. يا أهلا فيك أستاذ سالم. بدو أقدم الرئيس سعد الحريري تشكيلة حكومية بموجب مبادرة الرئيس بري، أو إنه التشكيلة بدها تكون محاولة جديدة لفرض أمر واقع؟ أنا مش أبدا جد للخبرية بحد ذاتها بصراحة، يعني النقاش وهيك قبل الحلقة تعرفين بحب أعمل هومورك، بحب أعمل الوظيفة. نعم. عملنا هيك شوية اتصالات. لهلا ما في موعد، يعني لحد اللحظة هو مش طالب موعد من القصر الجمهوري، وبعتقد انه هذا جزء من المناورة اللي عم بتصير. خلينا نقول للمشاهدين وين وصلنا بالاخر وبنرجع نحكي باللي جاي. نعم. بالاخر ايه، نعم، قطعوا شوط الحجوة في صفا والخليدين مع الوزير جبران باسيل البياضة،
ورسموا حكومة الـ 24 كل طائفة وكرسي سوري كل طائفة وحقيبة، يعني توزعوا صار معروف هيدي الحقيبة الطائفة الفلانية من فصل الثاني، وبقي الموضوع واقف على وزارتين الإعلام والثقافة للأقليات وللروم. نعم. ووقفنا هون إنه هول الاثنين مين بسميهم؟ الرئيس سعد الحريري عم بيقول إنه هو بسميهم لوحده، وزير جبران بشير عم بيقول لا خلينا نفتح الباب لطريقة التسمية يكونوا مجتمع مدني، البطرك بسميهم بتسميهم القوى السياسية وبنقوا الرئيسين من ضمنهم، لكن أنا اللي فيه يقولوا إنه نعم الهيكل الحكومي صمم رسم توزع الحقائق، وقفنا على هاي النقطة الأولى. والنقطة الثانية منح الثقة، وإذا التيار بيلتزم سلب منح الثقة أو لا. هذا اللقاءين بدي أضيفه لحضرتك بلغك إياه، إنه الرئيس سعد الحريري نقل للثنائي أنه يريد أن يتم المسيحيين وحده دون أي مشاركة، وأنه يشترط منح الثقة. نقل الحجوة في صفة هذا الأمر للوزير جبران باسيل، وقفت الأمور هون. وعليه السؤال الافتراضي، إذا كان الرئيس الحريري بده يطلع عبده يقدم تشكيلة كيف؟ أنا رأيي لا، لأنه هو عم بيشار بموضوع الثقة وبعده ما أجا جواب عليها. نعم نعم. هالتصعيد المتواصل عبر الأعلام من حركة أمل باتجاه التيار رغم القرار العون الواضح بعدم الرد أو فتح معارك جانبية مع غير الحريري، شو سببه برأيك؟ لا لكون أنا هيك موضوع اثنين مقصر البعض، لا في نيران متبادلة بغض النظر قديش غريزة النيران. أنا اللي بعرفه أنه حزب الله على الخط مع الفريقين للتهدئة، وأنا اللي فهمته إنه الفريقين ما كانوا مصممين أو ناويين أو رايحين على هذا الاشتباك. الوزير جبران باسيل عمل تغريبته المشهورة بموضوع مجلس النواب، والوزير علي خليل عمل تغريبته كمان المشهورة بموضوع الرد على الوزير جبران باسيل. أنا اللي فيه أجزم لك إياه إنه حزب الله دخل على الخط، وإنه في قرار بالتهدئة بين الطرفين، لأن بالمنطق الرئيس بري ما في يكون عم يعمل مبادرة، وبذات الوقت بده يكون في خصومة مع أحد الطرفين الأساسيين. عم ينلم الجو، أو إذا بدك ينلم الجو، لكن ما نوصل مش من اليوم، يمكن بثلاثين سنة الكيمياء مش عم تركب بين الرئيسين عون وبري. بس بصراحة أخي داليا، وأنت برنامجي قبل ما يكون سياسي واقتصادي هو اجتماعي. نعم. تعرفنا سوا، نحن عم نجرب نداوي جروح الناس ومشاكلها. مشاكل الناس بغير مطرح، يعني حتى أنا ومعلي على الهواء تعرف قديش إلنا عم نجرجر بهي الحلقة، لأنه عم لقي حالي خجول إنه أطلع للناس إلو مختلفين على هذا الكرسي وعلى هذا المعهد وهذه الحقيبة. بالوقت يمكن أستاذ جورج عتماس أكثر منا مع الناس، بيعرف صار هموم الناس مطرح تاني، هموم اليوم الدواء والبنزين والكهرباء والاستشفاء ومشاكل لا تعد ولا تحصى. باختصار الكل بيتحمل مسؤولية، يعني الكل. نعم. سواء هذا رأيي هلا، سواء اللي سموا الرئيس الحريري وإني مش عارفين هذا مضمون رح يشكل، أو حتى اللي اليوم واقفين على تفاصيل، أنا تقديري صار تافهة قدامه للناس. إنما هي واقع يعني، وبيضطر لنا إنه نسأل عنه بأكثر من تفصيل، خصوصا معك أستاذ سالم. هالتشكيلة هي بتتضمن حسب معطياتك وقعوا أو بعتذر أو لا توقعوا ولن أعتذر. أنا رح أرجع عيد ماني مصدق إنه هو ما شايف شيء، هو صعب تشكيل. لا أنا ما شايف شيء، أنا تقديري في اشتباك شكلي له علاقة بالثنتين، مين بيسمي الوزراء المسيحيين والثقة، في اشتباك أعمق، هل الرئيس سعد الحريري حاضر بشكل الحكومة؟ أنا لو كنت مطرح الوزير جبران باسيل وبالأملية وعلى الأو تي في وبكل جرأة بقول له لسعد الحريري روح سمي اثنين وراح أعطيك الثقة، كوني أكيد إنه شو حيعمل الحكومة كمان لهالدرجة. يعني حتى النبي أول الجلسة يعني الأستاذ سالم أكد لمؤكد. طيب أين يقف النائب وليد جملاط وسط كل الانقسامات الحاصلة؟ لا من وقت طويل النائب وليد جملاط وعم بيقراها إذا بدك بالكبير يعني بالإقليمي والدولي، وعم بيقراها بالصغير وتحديدا بجبل لبنان الجنوبي، يعني شوف عليه بعبدة. نائب وليد جملاط منحبه أو ما منحبه، منختلف معه أو منتفق، لكن ما في شك عمل الخطوة الجريئة يوم اللي طلع على القصر الجمهوري وقال لا أنا خارج الاستفافات، ويوم اللي قال لا ليش 18 يا سعد روح حكومة 24.
وله فضل كتير كبير بتفكيك هيدي العقدة بين حكومة 13 و24. نائب ولي جملاط عنده هواجس كبيرة وهواجسه منا بخبية، عم بشوف اليوم سوريا والرئيس الأسد فاتحين الخطوط بتكون بالعرض مع السعودية ومع الإمارات وعلى باب علاقات بقوسين أو أدنى من الجامعة العربية. عم بشوف الأمريكان وإدارة بايدن الجديد اللي راحة هي وإيران تفاهمات، لا عم يعمل حسابات مختلفة، وما فينا ما نحترم موقف وليد جملاط اليوم اللي هو خارج الاشتباك السياسي. نعم، التصعيد الحريري المتواصل والدائم والمتكرر ضد التيار الوطني الحر، هل بتعتقد انه عوضه بالشارع السني وبمصالحته مع حزب الله، او خليك يعني يكون متصالح اكثر مع الحزب، او انه ما بيدفعوا هيدا كله بشد العصب؟ اولا الشارع السني مثل الارثوذكسي مثل الكوتالي مثل الماروني مثل كل الشيعي من كل العالم عم بيسأل عن الحليب وعن الدولار وعم بيسأل عن الطبابة، هواجسه بغير مطرح. لا أنا برأيي هيدي اللعبة السياسية ما لها طعمة، بتشد عصب 10% 15%، لكن شد العصب الحقيقي هو بخدمة الناس، واليوم مش مبين أنه موجود بموضوع خدمة الناس. والأهم من هيك وبكل جرأة المطلوب من سعد الحريري عند الجمهور المتعصب وعند الدول العربية وهيك مثل ما هي أنه يشتبك مع حزب الله مش مع الوزير جبران بس. نعم، وليش هلا قواس على الوزير جبران بيصير على الحكومه، لكن اذا المطلوب منه يشتبك مع حزب ما في على الجمل في على الجمل. شوف الموضوع مركب، اولا انعمل تسويه سياسيه بين التيار والتيار، وكان في شخص بطل سر اسمه نادر الحريري كان عم بيقدر يترجم بين هالفريقين اللي ما بيشبهوا بعضه واللي كل واحد منهم بيحكي لغه وبيفكر بطريقه معينه. انقطع جسر التواصل اسمه نادر الحريري، وصاروا هالطرفين موجودين بتسوية عمرها 6 سنين نظريا، لكن عمليا مقطوع جسر التفاهم بينهم. وبلبنان سدانيا بعمرك ما تهمني الموضوع الشخصي، يعني وقت اللي كان وزير بسيل والرئيس الحريري عم يلعبوا فوتبول مع بعض ويسروا مع بعض ويروحوا مع بعض ويجوا مع بعضهم كان الجو منعكس بالسياسي، ما بحياتك تفصل الموضوع الشخصي عن السياسي. بشيء بالشخصي انكسر من جهة، من جهة تانية عم جرب يقول الرئيس الحريري لجمهوره وللعالم الخارجي انه انا سعد الحريري عم بشتبك مع حليف حزب الله، لكن بصراحة وبشكل مباشر ما في يقنع السعودية انه انا بشتبك مع جبران بسير وعم شلط حصة، بس بذات الوقت عم بقاتل لأعطي وزير الحليف السوري القومي الاجتماعي وثاني لطيار المردة. يعني هو ما عم بقاتل لجيب حصة للقوات اللبنانية، هو عم بيقاتل لجيب حصة لأفريقاء محسوبين إذا بدك أكثر على حزب الله. مصبوط. نحن دائما بنشوف المشكل وهذا الغلط اللي بيقعوه في التيار الوطني الحر، وانت بعرفك هيك صدرك واسع وبيحمل في استاذ جورج هون موجود هو بيستلم الزفة. بيقعوا في التيار الوطني الحر انه عم بوصفوا الاشتباك كما لو انه بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، لا مش صحيح. اليوم سعد الحريري عنده مشكله باصوات القوات اللبنانيه واصوات الكتائب اللبنانيه وباصوات التيار الوطني الحر، يعني فعليا عنده مشكله باصوات الكتله الواسعه من المسيحيين. كيف فسري لي ليش القوات اللبنانيه اول مره سموا نواف اسلام وثاني مره ولا مره سموا سعد الحريري؟ ليش؟ هون لازم نجاوب. اذا سعد الحريري عم بفوت على الحكومه محصن بالثنائي الشيعي وبأغلبية سنية ومشتبك مع أكثر من 75% من الكتل المسيحية، وعليه الاشتباك ليس اشتباك فقط مع التيار الوطني الحر، لا هو اشتباك مع مكونات واسعة داخل التكوين اللبناني. طب كيف يعني إذا زبطت معه كيف بده يقدر أصلاً يوصل لإصلاحات مع كل هذا الكم من الـ إذا بدك عدم التجاوب معه؟ ما يعني عشو مراهن الرئيس الحريري؟ الإصلاحات لحال نحكي فيها، لأنه بولس الرسول شو بيقول؟ ليس بالخميرة القديمة تصنع لبنة جديدة. هذا رأيي الشخصي أنا، لكن الواقع اللبناني في واقع سياسي للأسف وطائفي وأمني من جهة، ومن جهة تانية في موضوع الإصلاحي وغير الإصلاحي. بالموضوع الإصلاحي والأستاذ محمد أكيد أستاذنا وأشطر مني بكتير، أنا رأيي النظام اللبناني عم يصلح حاله بحاله. يعني نحن كنا نستورد ب 21 مليار صرنا عم نستورد ب 11 مليار، والسنة الجاية رح نستورد ب 8 مليار واللي بعدها ب 5 مليار. للأسف يلي كان لازم نعمله بقرار عم نعمله غصب عنا، اللي كان لازم نعمله بالطبيعة عم نعمله غصب عنا. وأنا تقديري الشخصي إذا بقيت الأمور هاي
شهرين ثلاثة أو سنتين وثلاثة رح يرجع ببرج حمود تشوفي معامل ومصانع للأحذية، رح ترجع تشوفي بالجنوب معامل ومصانع للزيت والمرتديلا وغيرها. كل يوم عم نسمع اللبنانيين هلأ عم يجوا يأسسوا معامل بلبنان لبعض المنتجات يلي للأسف هي عم يتغلجوا. واسمحي لي بجملة، مش صحيح إنه كنا عم ندعم قمح ودواء ومحروقات، لا نحن كنا عم ندعم كل شيء. شفتي هذا القلم؟ هيدا من الصين حقه دولارين. كنت عم منزل أنا أو أي مواطن ياخذ يشتري دولار على 1005 ويشتري، يعني كان مدعوم. كل شيء بلبنان كان مدعوم بما فيهم عمليات التجميل والسفر والسياحة وتكت التيار، مدعوم من المصارف مصر. وكل شيء كان مدعوم، كل شيء كان مدعوم، حتى في كوزي إذا بدك كانت مدعومة. لا مش صحيح. النظام الاقتصادي اللبناني اللي كان مرقع ترقيع اليوم عم بيصلح حاله بحاله. طيب عظيم، سؤالي الأخير، في تبدل من موقع الخليجي من تشكيل الحكومة الحريري للحكومة، أو ما زال الموقع السعودي كما وصفه النائب السابق وليد جنبلاط من جهة تشكيله؟ في شيء تغيير تعديل حسب معلوماتك؟ الأمير محمد بن سلمان عنده اشتباك شخصي مع الرئيس سعد الحريري وما في خبى وراء أصبعه، والدليل بسيط إنه من أكثر من سنة ما زار السعودية بالوقت اللي برم كل العالم. يوم نزول الرياض هو بيستقبله محمد بن سلمان وبيتصور هو وياه في وقتها يطلع يقول للرأي العام انتوا اللي عم تحكوا منه صحيح. فسريلي كيف السعوديين والسوريين عم يتفاوضوا مع بعض، فسريلي كيف الابواب مفتوحة والاتصالات للوزير محمد فهمي بحكومة حسان دياب، وفسريلي ما توخذيني بهي كلمة كيف وزير السياحة السعودي السوري موجود بالرياض بالسعودية بزيارة رسمية بالوقت اللي سعد حريري ما عنده قدرة يوصل. أنا اللي بعرفه إنه الرئيس السيسي من أيام التقى محمد بن سلمان ولحد اللحظة واضح إنه السعودية ما بدها تسمع باسم سعد الحريري. عظيم، يعني في اعتذار للرئيس الحريري بآخر جواب نعم أم لا حسب توقعاتك؟ الشخصي الرئيس سعد الحريري لن يعتذر اليوم، بعد عنده وقت، وإذا بده يعتذر رح يعتذر ويستقيل من مجلس النواب، يعني بالعربي المشبرح رح يعتذر ومش رح يخلي حدا من بعده يكون رئيس بقية العهد. أنا رأيي الرئيس الحريري إذا بده يعتذر بده يعمل أمرين. الأمر الأول يطلع موقف عن الرئيس بري بيقول إنه سعد الحريري مش هو المسؤول عن التعطيل، والأمر الثاني يرفق الاعتذار بالاستقالة لكي يمنع أي شخصية أخرى من أن تصرف الأعمال. ويبدو الرئيس سعد الحريري مبسوط بحكومة الرئيس دياب، ويبدو إدارتها للفراغ أو لا إدارتها للفراغ عاجبه. شكرا جزيلا استاذ سلم على هذه المداخلة وإلى لقاء قريب. تعليقك قبل ما نفوت على البريك؟ يعني في معطيات بالبداية عن اللقاء توافقنا مع الاستاذ سالم اللي قلتها باول الحلقة انا انه ما في بوادر حكومي، ما في بوادر حلحلة. اكيد السؤال الأساسي كمان أنا أعطيت مثال إنه نحن إذا حتى لو وافق رئيس الجمهورية على 4 سيكون هناك تعطيل من سعد الحريري بالأسماء. يعني مثل بسيط إنه سعد الحريري أو السؤال الذي يطرح اليوم، هل هو قادر على تشكيل الحكومة؟ وبالتالي هون الجواب اللي بيحدد. يعني إذا انت مع استاذ سالم انه حتى اذا قلت له خذ المسيحيه وسميهن ورح اعطيك ثقه ما اقول لنواب بخليهم خيار. انا بزيد على اللي قاله الاستاذ سالم بموضوع عطى مثل مع كل هذه المعطيات والارقام، عطى مثل الرئيس السيسي يمكن لانه اخر حدا حكي أو استمر بالحكي بموضوع الرئيس المكلف مع ولي العهد السعودي مؤخرا، ولكن قبل هذا الدور عملته القيادة الإماراتية وجربوا كتير. وأنا فيني أكد لك بآخر خليني أقول من حوالي الأسبوعين أو أكثر أو ثلاثة، من حوالي 3 أسابيع أبلغوا أنه نحن ما بقى فينا نعمل شيء. الجواب هو رفض مطلق قاطع. أنت شوف شو بدك تعمل بقى، عندك القدرة بحسب رؤياك أنك تشكل وتمشي بغض النظر عن الموافقة السعودية، روح، وإلا أنت بتعرف خلاصك
وبتقرر شو بدك. طيب نهايتها انتوا عندكم تصور كتيار استاذ جورج انه هيدي المعضله اللي هلا عم نقول بلشت العالم تفسرها شيء بالشخصي شيء بالسياسي شيء بالصلاحيات شيء بالحقوق، يعني في متشعب لاكثر من محل كتيار بيمثل كتله هالقد كبيره بقلب المجلس، عندكم حل ممكن انكم تقدروا تضغطوا فيه على الرئيس الحريري لحتى توصل الى حل وعلى القليل اجتماعي مثل ما كنا عم نحكي؟ أكيد نحن يعني خليني أقول بلشنا نحكي بشكل جدي من حوالي يمكن 3 أسابيع بالاستقالة. هذا موضوع أحد الحلول وفي عنا حلول أخرى مطروحة اليوم. هلأ بالطبع عم تندرس في جزء منها مرتبط بموضوع تفاهم مع الآخرين، لأنه بالأخير إذا نحن حتى الاستقالة إذا ما كان في تفاهم مع بقية الكتل بالمجلس النيابي بتصير يمكن استقالتنا مثل استقالة اللي استقالوا 8 اللي استقالوا ما بتأدي لأي نتيجة. يعني هذا موضوع بده مروحة واسعة من المشاورات والتفاهمات على هيدا الشيء. اثنين، أنا تعليقا كمان على اللي قاله الأستاذ سالم، أنا لا أعتقد أن الرئيس بري سيوافق مع سعد الحريري أنه الاستقالة تؤدي إلى حل المجلس النيابي، وسيبقى الرئيس بري ممانع لهذا الموضوع للنهاية. على كل حال نحن اللي فيني يقولوا لن يعني نصبر إلى المنتهى بهذا الموضوع، مش رح نقبل بغض النظر عن الحلول اللي ممكن نمشي فيها وعن الفترة وخسارة المزيد من الوقت، لأنه أي حل ممكن نروح فيه غير تشكيل الوصول إلى تشكيل حكومة سيؤدي إلى هدر مزيد من الوقت وسيؤدي إلى يمكن مراوحة، وحتى ما ليش عم بقولك لأنه في حتى الاستقالة قد لا تؤدي، لأنه أنا بقولك أكثر من هيك، مين بيكفل مين بيجي رئيس حكومي مكلف مرة تانية؟ ما هذا الموضوع بده تفاهمات كبيرة يمكن يرجعوا يجيبوه يعني وزيته. بدك دور كمان للحزب، بدك دور لكل الأطراف، بدك دور لكل الأطراف على وبس أنا بدي كمان على حياد. وشغلة أخيرة يعني واقف على الحياد بالطبع، هلأ هو أنا بالنسبة إلي خليني ما أقول واقف على الحياد، عم يحاول يمشي بين النقاط. بيقولوا الإمام علي المحايد خزر الحق ولم ينصر الباطل. أنا بقولها معكوسة، إنه بالرغم من أنه لم ينصر الباطل لكنه خذل الحق. وبقولك أكثر بالعلاقة نحن والرئيس بري بغض النظر عن الكيمياء اليوم في وضع بلد وآخر، يعني أنا ما بتذكرني الحالي بينه وبين الرئيس بري إلا بحالة المتنبي مع سيف الدولة وقت اللي شاف كل هالقصص اللي عم بتصير ويقول له أنا بحبك وأنا معك وبدي ساعد، وبالآخر يتخلى عنه سيف الدولة. آخر شيء يوم تقله قال له يا أعدل الناس إلا في معاملتي فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. هيدي العلاقة مع الرئيس بري، هو الخصم والحكم. عندك أي تعليق على كل هذا الحديث قبل ما فوت على بريك ووصل؟ لا، في شغلتين بس بدي أقولهم بموضوع حل مجلس النواب. هو نقاش كتير صعب ومعقد عمليا، بالدستور بيحدد أنت يحل مجلس النواب إذا امتنع عن الاجتماع طيلة عقد عادي أو عقدين استثنائيين طيلة 8 شهر أو امتنع عن إقرار الموازنة. وفي أمر ثالث على الاستقالة، إذا استقال هون نقاش عمليا، إذا استقال 64 نائب بس بينحل المجلس. هلا بموضوع ما بدي ادخل بموضوع الميثاقيه وقديش في مسيحيه وقديش في اسلام، لسبب بسيط انه وقت اللي بيستقيل 64 نائب المجلس ما عنده القدره يجتمع ب 65 نائب النصاب لاول مره ليتلي كتب الاستقاله، وبالتالي بتصير الاستقاله حاصله وما في انتخاب فرعي، لذلك هون بنروح على انتخابات عامه، وغير هيك لا بنكون بانتخابات فرعيه. هيدي النقطه الثانيه اللي اشار لها الاستاذ سالم العزيز في بموضوع الاستيراد والتصدير، لنرجع شوي لانه في ارقام صحيح. نحن بال 2019 استوردنا ب 19 مليار و200 مليون دولار. نعم، عندي شيء كمان بحب تقوله، بس يا ريت بس كتبته بالمعلومات بالدوليه للمعلومات عن تراجع لاسب باستيراد القهوه، رح نحكي عنهم إنتون. بدك احكي عنهم سريعا يا ريت. فعمليا الاستيراد تراجع من 19 مليار و200 مليون بال2019 الى 11 مليار و300 بال2020، يعني تقريبا 8 مليار اقل. شو هن؟ في عنا اول شغله كتير مهمه تراجعت هي موضوع المشتقات النفطيه. نحن نتيجه الاستيراد العالي نتيجه ارتفاع اسعار النفط دفعنا 6 مليار و400 قيمه المشتقات النفطيه بال2019، دفعنا 3 مليار و200 بال2020. هلا هون الخوف انا اذا زاد الاستهلاك
ما بعرف تهريب أو استهلاك، وانتفعت الأسعار العالمية مثل ما هلأ، ترجع الفاتورة النفطية بال 2021 ترتفع تكون 6 مليار، وبالتالي نرجع للأزمة ذاتها. بس بالمقابل لنسلم جدلا، تراجع الاستيراد بقيمة 8 مليار، في 3 مليار منهم هن المشتقات النفطية، بنزين وفيول وغاز وغيره. فإذا في 5 مليار سلع اللبناني ما استوردها أو قل الاستيراد. وهون بنبلش نشوف أشياء، وهون معه حق أستاذ سالم إنه كنا نستورد بأشياء غير طبيعية. يعني مثلا الخليوي، أنا ما بفهم ليش اللبنانيين كل سنة، سنة الماضية 2019 استوردنا 177 مليون دولار أجهزة خليوية. يعني كل واحد بيطلع موديل بده يروح يشتري، وتليفونه ما بو شيء. هلأ سنة تبديل تغيير تماما، بال 2020 نزلنا ل 93 مليار مليون دولار، وبتصور بال 2021 رح ينزل الرقم. يعني اليوم انكسرت شاشته وبطل يصلحه. في عنا مثلا البن واللي هو تراث وتقليد لبناني، ب 33 طن استوردنا ب 33 الف طن بقيمته 71 مليون دولار بال 2019، انخفض الاستيراد ل 20 مليون 20 الف طن بال 2020 بقيمته 37 مليون دولار. يعني تخيل قديت قلت تقريبا عن تقريبا 48% عن نص تقريبا استوردنا. بموضوع مثلا الأجبان كنا نستورد ب 24 مليون دولار، استوردنا ب 12 مليون و600. بموضوع حتى بموضوع القرايدس لفت لي نظري في تماما تراجع في في موضوع كثير مهم في موضوع مهم كمان، هو يعني بسعره الحالي اللبناني الطبيعي اللبناني اللبناني مش اللبناني اللي بيقبض من برا. السيارات المستعمله والجديده بال 2019 استوردنا 50 ألف سيارة، منهم 22 ألف سيارة جديدة و 28 ألف سيارة مستعملة. بال 2019 نزلنا ل 16 ألف سيارة، 6200 سيارات جديدة و 10000 سيارات مستعملة. إذا 68% تراجع استيراد السيارات الجديدة. إذا بتدخلي بالتياب بالألبسة بالأحذية، بس في عندي شغلة صغيرة يعني من اللي قاله الأستاذ محمد على وعطفا على اللي قاله الأستاذ سالم بقصة إنه هذا الألم وقت اللي قال على الألم. أنا بقول لك أكثر من هيك، بفترة الكورونا وانزربنا بالبيت بأول الأيام، بتعرفي بصير بتتعرفي مرات على شغلات بالبيت أنت ما بتكوني شايفتيها. جايبين من الخضرة كيس توم فيه 5 روس توم. قلت أنا شو هالشغل، شو مرتب؟ طلعت هيك شغل طلع الصين. لك شو هالبلد نحن اللي عنا بدنا نبني اقتصاد يعيش شعبه، إذا التوم بطلنا نزرعه وصلنا بدنا نجيب توم من الصين. مش بس وكل شيء تغليف وتلف. لا عم نحكي على شغلة بجنينة، إذا واحد عنده بو هالقد زهر وماتت الزهرة في زرع توم بقلبه بيطلع موته من التوم، صرنا بدنا نستورده من الصين وندفع مليون دولار عليه. نحن بريك ومنتابع الفقرة الأخيرة وتبقى لنا من الوقت من ضروري نحكي. معكم بما تبقى لنا من الوقت، يعني الوقت قطع بسرعة بين الأرقام والتحليل ووجودكم والديناميكية الموجودة بيناتكم، خلص الوقت. أستاذ جورج بدي نقول شوي، عندك بعض معطيات عن بعض الأرقام أو بدي نقول لموضوع الانتخابات النيابية المبكرة؟ هلا في كتير بشو بدك نحكي بنحكي. كنت بدي بس اسال شغله، بتقول انه نحن هيدي عمليه التراجع بالاستيراد هل تبشر بخير ولا ممكن انه بعد شوي يرجع يتعوم السوق في حال؟ تبشر بخير اذا بلشنا نوجد البديل المحلي. يعني مثلا بموضوع الدواء، نحن عم نحكي عن مليار و100، طيب عندنا 12 مصنع دواء، ليش ما بنبلش من بكره نصنع صناعة دوائية بحيث انه نخفف وندعمهم لهالمصانع. هالمليار و100 يصيروا 600، يعني قادرين نوجد حلول. اليوم في مليون حل، مثل ما حكى عن موضوع زراعة التوم والزراعة، كل قادرين نزرعها، يعني قادرين في سلع نمشك البديل المحلي ندعمه ونخفف. فحكما مثل ما قال سالم، اكيد اذا نحن بنمشي اكيد قادرين نوصل لنخفض هالكلفة. لو طلعت بنتيجة المشتقات النفطية ل 14 قادرين نخفضها الى 10 وما دون. انا بس عندي مسألة بخصوص المصاري اللي ظهرت، وهون انا ما عندي جواب، بس بدي اقول شغلي هيدي المصاري اللي ظهرت من سنة لليوم اللي عم ينحكى عنها، واللي انا بقول قديش ظهر بس انا ما بعرف وين راحت صراحة. هيدا الودائع بلبنان، عم ناخذ الارقام الرسميه ما بعرف انا، بيقول لك حجم الودائع بنهايه العام 2018 كانت بقيمه 178 مليون دولار، منها 178 مليون مليار 178 مليار، منها 123 مليار بالدولار و55 مليار بالليرات اللبنانيه. هيدي عم نحكي باخر 2018.
جينا بنهاية 2019 جينا قبل شوي جينا بنهاية 2019 انخفض الرقم ل 164 مليار دولار، منهم 121 مليار بالدولار، يعني تقريبا في مليارين دولار ظهروا من النظام المصرفي، وفي 43 مليار بالليرات اللبنانية. ما في دليل وين راحوا؟ ما عندي فكرة. أوكي. يعني نزل من 178 ل 164. أوكي، جينا بنهاية العام 2020 صرنا 144 مليار، يعني تقريبا 34 مليار ظهروا من النظام المصرفي. صار عندنا هال 144 مليار 111 او 112 مليار هني بالدولار و32 مليار هني بالليرات اللبنانيه، يعني ظهر من النظام المصرفي خلال هالفتره من نهايه 2018 لنهايه 2020 ظهر 34 مليار موزعين 11 مليار و200 مليون بالدولار و22 22 مليار و800 مليون بالليرات اللبنانيه، يعني هذا ال 34 مليار هون بدنا نشوف وين راحوا، قديش تحول منهم لبرا ممكن ينعرف، قديش منهم انصرف وانقعد بالبيوت، قديش منهم انسحب باللبناني وتحول لدولار على 1005 او 2000 او اكثر ونحط بالبيوت. وبالتالي هون بنبلش نشوف نحن هال 34 مليار كيف وين راحوا، مين استفاد منهم، لنبلش حقيقه نعمل نوع من الثقه، هل ممكن يرجعوا للنظام المصرفي، هل بده يبقوا بالبيوت، هل ظهروا لبرا، مين ظهرهم وكيف ممكن يرجعوا. وبالتالي نحن بس نحدد هذا الرقم، لذلك وقت اللي بينحكى حدا بيقول هذا التدقيق الجنائي في حقه انا ما بعرف، بس انا لذلك خلينا اني انا عم حط هاي الرقم لنحط الرقم، مش انه يقول حدا تحول 130 مليار. يا جماعه لا، في هاي المعلومات في عندنا هال 34 مليار. يعني برايك استاذ محمد بعد موجود بلبنان 144 بالقطاع المصرفي؟ هذا الرقم الموجود بين لبناني ودولار على الورق، هلا شو موجود حديث اخر، بس هذه المصاري هاي الودائع الموجوده هلا لحد اخر 2020 144 مليار. اوكي، عم يظهر عم ينسحب لبناني ودولار او دولار على السعر اللبناني مليارين، نحن عم نحكي عن 140 هلا باخر حزيران، ممكن نكون عم نحكي 140، هاي ارقام صادره عن جمعيه مصارف لبنان اخر 2020. وبالتالي ايه على الورق في عندنا 144 مليار بعد 112 بالدولار و32 بال انا الحقيقه بشك انا بشك هذا لانه اذا هذا الوضع كثير منيح اذا هذا الوضع فعليا ايه فهمت عليك انا لا تماما فهمت عليك، بس انه انا الحقيقه بشك بهذا الموضوع، لانه اذا فعلا نحن بالقطاع المصرفي اللبناني بين المصارف بعد في عندك 144 مليار دولار، هاي الودائع هلا مني المشكله مش هون، هودي موجودين عندهم في المحطوط عند مصرف لبنان غير قصة. اي بعرف اكيد هودي منهم الموضوعين للدولة والدين عام، بس انا عم حاول اقول انه بس هتقولي منه مصرح عليهم ابدا المصرف وما عم يعطي فيهم هيك اللي. هودي الارقام بتقول في 34 مليار ظهروا، خلينا نشوف وينني، ما نقول 100 و200 يعني لو مزبوط هذا الحكي انا بقول اهين شيء بتعمل قصة بروبورسيونال وبتعطي الناس جزء من مصرياتها بتبلش تعطيها، بتريح الناس، بتعيد السعر المصرفي، بتعمل حركه اقتصاديه حل ممكني والحل انا عم اقول امكانيه الحل بعدها متوفره. طب معقول نحن صرنا سنتين ما بنعرف شو معنى مصاري بقلب المصارف مضبوط وشو ما معنى، يعني معقول هيدا الشيء حاكم لبنان؟ نعم. مش حاكم مصرف لبنان، حاكم لبنان. هذا حبيت اقوله في الكرام، يعني بس هذا الرقم عن جد ميت علامه استفهام استنجو. هلا يتم تبني هذا الرقم فعليا والمصارف تتصرف بموجبه، بينزل الدولار بينزل الدولار 7000 ليره هلا وصلنا على بيتنا. نعم، يبدو أن لا انتخابات نيابية مبكرة، ذاهبون إلى انتخابات بموعدها في أيار 2022. بلشتوا تحضير بالتيار الوطني الحر على بالانتخابات ولا شو على صعيدك الشخصي بالكورة؟ أنه هلا برجع بقلك يعني الوضع الموجودين فيه مش هالقد سهل تبلشي تتعاطي مع الناس بهذا الموضوع، خاصة أنه الناس راسها بمطرح تاني، راسها بأكلها بشربها بمصرياتها المصادرة بحياتها اليومية، بعلم أولادها، بين أولادها اللي مش مطلين برا ما فيها تحولهم لعلمهم ولسكنهم إلى آخره. بس بالمبدأ أنت كفريق سياسي مثلك مثل كل الأطراف السياسية مفروض تكون بلشتي بهذا الموضوع وبوضعك الشخصي رح ترجع تترشح بالكورة. بتعرفي أنا بالأخير يعني أنا ملتزم بتيار، وهذا الموضوع يعني يطرح وفق آلية داخلية بالتيار، إذا لقيوا مناسب أني أترشح أنا بلتزم، إذا لقيوا مش مناسب أكيد بعطي دور لغيري. هل بدأتم بإعداد إحصائيات عن الانتخابات النيابية؟ هل عم تنسألوا عن الوضع الانتخابي بالمناطق؟ في مرشحين عم يطلبوا منكم استطلاعات رأي؟ ما بدي أحكي كتير بهالموضوع، بس أنا بدي أقول شغلة أنه بهذه المرحلة استطلاعات الرأي لا تعطي نتيجة حقيقية، لذلك أنا بندهش
من استطلاعات الرأي اللي بتعملها شركات ومؤسسات بتقول فلان طالع وفلان نازل وفلان محافظ، اليوم ما فيك تعمل قياس للرأي العام بحالة التوتر وعدم الاستقرار الموجود. اليوم المواطن رافض سلبي لكل شيء، وكل شيء علاقة بالدولة وبالسلطة وبالانتخابات، وبالتالي أنا يعني ما بعطي جدية للي بيقول لك فلان طالع وفلان نازل وفلان محافظ وهداك عم يخبروا أنه جرى استطلاع وأفادني بكذا. هذا حكي غير دقيق، لأنه الظرف حتى لو كانت أكبر المؤسسات الرأي العام اليوم غير قابل لأنك تستطلع رأيه لأنه غير مستقر. هل عم ينحكها كمان بتعديل قانون انتخاب رسيما أن الرئيس بري من أكثر متحمسين له، ولا كمان هذا الموضوع بعد ما نحط على نار حامية؟ يعني دايما بيطلع جرب الرئيس بري، جرب الرئيس بري بيقول عن هذا يطرح إذا بدك هيدا الموضوع على فترتين. مرة أولى كان يمكن بعده الجو السياسي مش مخرط مثل هلأ، يعني كان بعدنا بال2019 ولكن قبل تشرين، وقت اللي جالت زملاء من كتلة التنمية والتحرير على كل الكتل السياسية وطرحوا تصور جديد، وبالطبع تناقشنا نحن وياهم كل واحد وجهة نظره يعني، ووقفت هيدي القصة. رجع بالمجلس النيابي باللجان المشتركة طرح الموضوع مرتين لتغيير قانون الانتخاب، والمرة الثانية لتغيير قانون الانتخاب ودراسة إجراء انتخابات لمجلس الشيوخ. بالطبع ما حسينا أنه في أساسا للظرف كان بيسمح في شيء بالأولويات وبسلم الأولويات أهم من دراسة هذا الموضوع. اثنين كمان بالنسبة لنا يعني مش من المنطق كل دورة بدك تخترعي لها قانونة وكل مرة بدك تغيري بالقانون، وهذا الواحد أكيد في يستفيد من اللي صار بال2018 ليعمل تحسين على أي قانون انتخابات موجود، ولكن كل مرة بدنا ننصف القانون من الأول للآخر أكيد شغلي مش مستحبة مش مفضلة. أنا بفترض أنا أنه موضوع تعديل قانون الانتخابات قبل الانتخابات العامة اللي حتصير بال22 ما بفتكر حيصير. ممكن يصير في هيك تفصيل شيء صغير بس مش نعم. في عندك معلومات عن المجتمع المدني بدأ بالتحضيرات، هن مراهنين على تغيير المزاج بالرأي العام وعلى انسحاب بعض الحزبيين من أو مناصرين طبعا أو ما يسموا بالرماديين. هل عم تلمسوا هالشيء؟ بدي أعلق لو بشكل سريع. بعد إقرار بعد الانتخابات طبعا كان في الرئيس نبيه بري عنده تحفظ على موضوع الصوت التفضيلي، فراحت كتلة التنمية والتحرير على قانون جديد هو لبنان دائرة انتخابية واحدة عن نسبية من دون صوت تفضيلي مع ترتيب مسبق للأسماء مسلم مسيحي. بعد ما جالوا على الكتل النيابية تبين أنه في رفض لهذا، رجعوا طرحوا لبنان خمس دوائر انتخابية من دون صوت تفضيلي مع ترتيب مسبق، إذا الأول مسيحي الثاني مسلم وهكذا دولك. بعد كمان هالاقتراح رجعوا راحوا لاقتراح ثاني أنه يكون لبنان دائرة انتخابية وحدة عن نسبية من دون توزيع طائفي للمقاعد ونروح على مجلس الشيوخ. رجعوا هلأ بآخر نقاشات أنا عم تابعها وصلنا أنه لا بالقانون الحالي مثل ما قال استاجور شو صار عندنا ثغرات خلينا نحسن، مثل أنه صوت تفضيلي أو صوتين أو صوت تفضيلي بس على مستوى الدائرة الكبرى، مش يعني هو مثلا بالكرة بيقدر ينتخبوا الكرة بيكون دائرة هي هذه غسل شر البترون الكترة يكون على الدائرة الكبرى. هذا اللي عم ينطرح. بعدين في مسألة كتير مهمة ضرورية، مستحيل أنه تصير انتخابات ما يكون فيها كوتا نسائية، لأنه اليوم نحن عندنا ست نساء بمجلس النواب، اليوم المرأة هي نصف المجتمع اللبناني، فبالحد الأدنى لازم يصير في كوتا نسائية. لو بدنا نبقى على نفس القانون يكون في كوتا نسائية محجوزة، لأنه من دون كوتا نسائية محجوزة مستحيل أنه توصل المرأة. بغض النظر عن كل شيء هذا القانون بده يتعدل لشغلتين. الشغلة الأولى في عندك البطاقة الإلكترونية الممغنطة بده يطلع قانون بتعليق العمل بها مثل ما صار سنة الماضية، وفي عندك ست نواب للإغتراب لأنه احنا ملزمين بهلأ بست نواب أكيد هي ما رح تصير، فبالنهاية لو شو ما صار في تعديل بالحد الأدنى لهول المادتين، وإذا في مجال ينحكى بالكوتا النسائية. هلأ طبعا المجتمع المدني موجود من 2018، لكن مشكلة المجتمع المدني هي التالي تشتت وانقسامه، يعني ما بتلاقي مجموعات متفقة، كما أنه في تضخيم الأسماء أكبر من الأعداد. لذلك أنا برأيي إذا توحد المجتمع المدني قدر يبلور شخصيات وبرنامج مقنع مش قوم ولا أقعد محلك ممكن يصير خرق، ومن غير هيك لا. نعم لح يأثر عليكم انسحاب ميشيل معوض من منطقة بترون من دائرتنا يعني هلا أكيد وجوده كان عامل مساعد بالله حتى يكون لها ثلاث حواصل.
بس نحن بكل الأحوال بأصواتنا التفضيلية بهيدي الدائرة عنا حاصلين للتيار الوطني الحر. نعم. فكيف ما برميت نحن عنا حاصلين. هلأ كان هو حليفنا وصار الحاصل الثالث وكان هو الثالث يعني. هلأ منشوف من هلأ لوقت شو بصير. شكرا جزيلا على هذه الحلقة. شكرا على المعلومات القيمة اللي عطيتنا إياها والأرقام. شكرا. علنا وعسى أستاذ جورج بحلقة تانية بنكون عم نبحث بكيفية إنه يكون في إنماء ونكون طلعنا من هذا النفق. أنا بقولكم تصبحون على ألف خير. جمعة الجاي أنا ما لحكم معكم على الهواء لجمعة واحدة بداعي السفر. إن شاء الله بشوفكم بعد أسبوعين. شكرا جزيلا.